اهلا بكم. في مثل في العرب مشهور جدا، معظم النار من مستصغر الشرر. وفي لعبه انتوا بتشوفوها من زمان قوي، الجيل بتاعنا كان يحب يتفرج عليها، لعبه الدومينو المتتاليه، اللي هي يجيبوا مجموعه دومينه كبيره كده ويحرك واحده فتوقع اللي بعديها واللي بعديها توقع اللي بعديها. انتوا عارفين اللعبه دي. اللي هحكي لكم ده، هحكي لكم دلوقتي ده لعبه الدومينو المتتاليه. القصه بتبدا بايه؟ بواحد مكسل يعمل اكل في البيت، او يعني متجوز واحده مكسله تعمل اكل في البيت، او بيشتغلوا الاثنين بره فما بيعملوش اكل في البيت كويس قوي، فبيضطروا ياكلوا من بره. لما بياكلوا من بره، الاكل اللي بالبره ده فيه حاجات غلط كتير قوي، ولو قعدنا نتكلم عنها هنتكلم لغايه بالليل. لكن من ضمن الحاجات الغلط الكبيره في الاكل اللي من بره انه بيعمل تلبك معوي، وبيعمل حاجه من اتنين، لا اما يعمل اسهال جامد لو كان فيه تلوث او بتاع، او هو نفسه فيه مواد مش بتتهضم قوي ومن الجسم عبال بقى ما يفهمها لانه اكل من بره، في مواد صناعيه يعني، يعمل امساك مزمن. فانت بتاكل من بره على طول او كتير، فانت هتلاقي نفسك الجهاز الهضمي عندك ماشي في اتجاه من اتنين او الاتجاهين مع بعض، امساك يعقبه اسهال، او اسهال بعديه امساك، ورايح جاي بقى ما بين الايه المحطتين دول. دول المحطات اللي ممكن تعمل شرخ شرجي، والشرخ الشرجي لما يحصل ممكن يؤدي الى مشاكل عنيفه جدا، ان هو بيزود الاحساس بالالم اثناء التبرز فيعمل امساك، فالامساك يعمل شرخ شرجي. ودوريني يا لمونة يا لمونة دوريني، او يعني توها بقى. شوف القصة بدأت من إيه؟ من حضرتك أو حضرتك كسلت تعمل أكل في البيت وطلبت أكل بقى إيه من بره، فالقصة انتهت بحالة جراحية. الكارثة بقى إنك ما تعانيتش، لازم تروح للدكتور. لا، في ناس كتير قوي بتستحمل وبتتألم وقال إيه تحت عنوان خايفة أروح للدكتور. تعالوا نشوف هل الناس دي من حقها تخاف تروح للدكتور ولا لأ؟ النهاردة لقاء ممتع للغاية، وزي ما قلت لكم عنوانه هل معظم النار، يعني النار الجامدة قوي دي، معظم يعني النار العظيمة بدايتها شرارة من مستصغر الشرر، الحاجات التافهة اللي احنا بنعملها ممكن تؤدي إلى مشاكل عنيفة. تعالوا نفهم مع بعض مع الاسم القدير وضيف العزيز اللي بسعد جدا بقبوله دعوتي وبستمتع بحواره العلمي اللي دايما تحت عنوان السهل الممتنع، علم مميز للغاية بأسلوب رائع وراقي وهادئ جدا جدا يناسب كل الأفهمة كل العقول. ضيف العزيز القيمة العلمية القديرة والاسم القدير في هذا المجال الأستاذ الدكتور محمد مجدي النجار، عضو الكلية الملكية للجراحين الإنجليزية والمدير والمؤسس لمؤسسات عيادات هيموكيور، والمحاضر الدولي والمدرب المعتمد لجراحات الشرج والمستقيم، الزميل والصديق العزيز. اهلا بك دكتور ايمن. ازي حضرتك؟ قبل ما ابدا بالشرخ الشرجي، عنوان الاول تعريف الشرخ الشرجي بس، واحنا بنعرفه هل معظم النار من مستصغر الشرج؟ طبعا، وكلام صح 100%. الشرخ الشرجي هو حاجه بسيطه وحاجه سهله زي ما هنعرفها كمان شويه، لكن اهماله او انك ما تعالجوش كويس او انك ما تروحش تتعالج منه بشكل سريع يعمل حاجات اكبر منه بكتير واخطر منه بكتير. تعال نقول انه الشرخ الشرجي برضو عشان الناس تبقى عارفاه، هو عباره عن تمزق او قطع في الاغشيه المخاطيه اللي داخل فتحه الشرج. ربنا بيخلق لنا فتحه الشرج وفوقيها المستقيم، والحاجات دي من جوه متبطنه بحاجه اسمها اغشيه مخاطيه، حاجه زي طبقه زي شفايفنا من جوه كده اسمها ميكوزا او الاغشيه المخاطيه، ودي طبقه رقيقه جدا. السيناريو اللي حضرتك صرحته بالظبط هو تقريبا السيناريو اللي بسمعه في العياده طول الوقت. اذا مريض حتى هو بيقول كده، انا كنت مستعجل فكلت اكله من بره، انا كنت في شغلي فمش عارف عملت ايه، فكلت اكل صعب شويه او حاجه، فجاله دور من 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 ادوار الامساك الشديد او الاسهال الشديد. يعني الاثنين يعملوا، مش زي ما الناس فاهمه، هو الامساك يعمل شرخ شرجي والاسهال يعمل شرخ شرجي. فإذا كان المريض دخل للتغوط وعنده دور أو نوبة من نوبات الإمساك الشديد شوية أو حاجة، فأثناء الستريننج ده أو أثناء محاولته لدفع الفضلات بشكل عنيف شوية أو حاجة، يتعور الغشاء المخاطي. يتعور يعني يتجرح جرح عادي جدا زي اللي بيحصل في إيدينا أو بيحصل في رجلينا وإحنا بنلعب ولا رايحين ولا جايين، فيحصل جرح داخل الغشاء المخاطي للشرج فيبقى يتعور زي ما هو على الصورة اللي موجودة دي، بيحصل شق كده
حتى في بعض البلدان يسموه شق شرجي وعندنا يسموه شرخ شرجي ويحصل لنا الفيشر ده. في بداية الحكاية هو حاجة في منتهى البساطة وليها تايم فريم للعلاج، يعني إذا حصل شرخ شرجي النهاردة قدامي وقت قد إيه أتعالج منه بالدواء أخف وينتهي وما يحصلش حاجة تانية؟ 6 أسابيع. وست أسابيع ده رقم مكتوب في الكتب كده 6 ويكس لعلاج الأكيوت إنال فيشر أو لعلاج الشرخ الشرجي الحاد. لو سبناه بعد كده هيتحول لشرخ شرجي مزمن. إذن فالشرخ الشرجي هو قطع في الغشاء المخاطي، جرح جوه الشرج من جوه كده لازم نعالجه على طول عشان ما يعملش مشاكل أكبر منه يعني. إيه الأسباب التانية بقى؟ الأسباب غير الأكل الفاضي أو الإمساك والإسهال؟ طبعا حاجات كتيرة جدا. هو ضروري نعرف إنه الشرخ ده أو الجرح ده هو الشرج زي الدايرة. عشان نعرف أسبابه لازم نعرف هو هيجي فين في الشرج، فهيجي أنتيريور يا بوستيريور، يعني ناحية فوق ناحية الدايرة. الدايرة تعال نقول إنه الشرج زي الساعة، فيحصل عند الساعة 12 يعني أنتيريور لفوق، يا بوستيريور عند الساعة 6 لتحت. الشروخ الشرجية اللي بتحصل فوق وتحت دي شروخ اسمها تيبيكال فيشر، يعني ده العادي اللي كلاسيك اللي هنلاقيه عند كل الناس، تقليدي التقليدي ده. يحصل بقى نتيجة الإمساك أو الإسهال أو بعض أمراض الحوض شوية اللي فيها ضغط على أمراض الحوض أو حاجة، أو يحصل عند السيدات ساعة الولادة مثلا أثناء محاولة الولادة أو الطلق زي ما بيسموه أو الحاجات اللي زي كده، يحصل تمزق في جدار الأغشية المخاطية. لكن في نوع تاني اسمه أتيبيكال اللي مش العادي اللي احنا نشوفه، اللي بيجي في الجنبين، يعني يجي عند الساعة 3 أو يجي عند الساعة 9. وده ليه أسباب 4-5 أسباب، منها الـ HIV الإيدز، ومنها التوبركلوزز الدرن السل بالظبط، ومنها السيفلز اللي هو بعض الزهري أمراض الجنسية يعني. أيوة اللي بيسموها كده السيكشوال ترانسميتد ديزيز، أو يجي عند المرضى اللي عندهم IBD اللي هم عندهم التهابات مناعية مزمنة في القولون، أشهرهم الكرونز من أشهر الحاجات اللي تعمل شرخ شرجي. إذن فالمريض اللي عنده مشكلة في القولون عرضة جدا إن يجيله شرخ شرجي، الست أثناء الولادة عرضة جدا ان يجي لها شرخ شرجي، المريض اللي بياكل اكل مش مظبوط فعنده امساك طول الوقت او اسهال طول الوقت عرضة طبعا ان يجي له شرخ شرجي. إذن هذه هي الاسباب. طب الاعراض يعني العيان هيشتكي من ايه؟ وهل تتساوى في كل الحالات؟ لا طبعا ما تتساواش. اولا هيشعر بألم شديد، هو نرجع تاني لتعريفه انه جرح، فهو احساس الجرح ده هو اللي هيبقى موجود وبيحصل اون تايم، يعني وهو وقت دخول التواليت اثناء مرور الفضلات بيحصل الجرح ده، فهيحس بلسعه عنيفه جدا او ان في جرح شديد. ناس تقول بقى انا بحس بحاجه زي السكينه بتعورني، بحس ان في حاجه بتجرح الشرج من جوه او حاجه. الالم ده هيصاحبه في نفس الوقت ضيق شديد في الشرج. الشرج حواليه عضلات مسؤوله انها تفتح او تقفل اثناء التبرز، فمع وجود الجرح ده هي بتحاول تحمي نفسها، فهتروح هيحصل لها فانكشنال سبازم اسمه ضيق وظيفي، هتقفل بشكل عنيف جدا. والمريض بيشعر جدا بالحكايه دي، يقول لك انا حاسس ان الشرج مقفول، انا حاسس ان الشرج ضيق. ومع وجود الجرح ده هيحصل منه بعض قطرات الدم، هيلاقي بعض قطرات الدم يا على الستول نفسه يا على التواليت نفسه، هيلاقي شويه دم في الحمام او حاجه، وهو بينشف نفسه بعد الحمام هيلاقي نقطتين ثلاثه دم على المنديل. ده اسمه اكيوت انال فيشر او شرخ شرجي حاد لسه حاصل حالا. اذا كان الشرخ الشرجي مزمن يعني عدى عليه اكتر من 6 اسابيع، اتفقنا ان المريض ده هيسيب نفسه لسوء حظه، هيسيب نفسه شويه لست اسابيع مش هيتعالج، او هياخد علاج غلط، او هيروح ياخد اي حاجه كده وخلاص، او مش عارف ياخد يعني اي ادويه مش مظبوطه، فهيتحول الشرخ ده الى شرخ شرجي مزمن كرونيك انال فيشر. علاماته ايه؟ انه يبدا الجرح ما يبقاش جرح حي، مش جرح لسه حاصل، فيحصل له فايبروزز او تليف، تلاقي حتى جدرانه بيضة، الايدجز بتاعته مقلوبه لتحت كده او حاجه لما نبص عليه. ومن علاماته انه يطلع قصاده سنتينايل بايل او سكين تاج او زائده جلديه، حته الجلده طالعه قدام الشرخ الشرجي ده من بره ومن جوه. من جوه نسميها هايبتروفيك بابيلي او زائده لحميه خارجه قصادها، ومن بره عند الشرج يطلع حته الجلده زياده. قد يتخيل ساعتها انه يقول انا عندي بواسير او حاجه، او هيحسها وهو حتى اثناء ما بيحط اي كريم او حاجه هيبدا يحس ان في حته خارجه، لكن دي الزائده اللحميه اللي بتطلع قصاد الشرخ الشرجي. اذا ففي فتره ما هو شرخ شرجي حاد هيبقى عنده الم عنيف جدا، وبعض قطرات الدم اللي بتنزل مع دخول الحمام او هيلاقيها في الاندروير او هيلاقيها على التيشو وهو بيستخدمه، وعنده ضيق شديد في الشرج. اذا كان الشرخ الشرجي مزمن بقاله فتره طويله هيحس بألم شديد برضه، والضيق ده يبقى أعنف من الألم
والدم يقل شويه عن المرحله اللي هيبقى فيها الشرخ حاد يعني. طب هيجي المريض بيشتكي بقى من التاريخ وساعات بيبقى يعني موضوع بقى له فتره. صحيح. الادوات التشخيص ايه؟ طيب هو اولا هو لازم نعرف انه الشرخ الشرجي ده كلينيكالي دايجنوز يعني يتشخص في العياده. طيب هو اولا هيتشخص بالفحص الاكلينيكي العادي والدكتور بيبص على المريض، بس حتى البصه دي بقت مش بالعين بس كده، بقى بنبص بجهاز اسمه بروكتوستيشن، يطلع منه كاميرا عاليه الدقه اسمها هاي ريزوليوشن انوسكوب، كاميرا خارجيه كده بتتحط على اول الشرج تصور بدقه جدا، بتكبر كل حاجه 16 مره 16 اكس، فبنشوف الجرح ده بكل تفاصيله من اوله لحد اخره. فمن الحاجات اللي بنشوفها المريض هيجي يشتكي من الوجع، نقول له اتفضل نفحص حضرتك، هنبص عليه بالجهاز اللي موجود يبان لنا جدا الجرح اللي موجود، نقدر طبعا ساعتها نقول له اذا كان جرح حاد لسه حاصل ولا اذا كان جرح مزمن بقاله شويه، وهنقدر نقول له اذا كان في حاجه تانية مع الشرخ ولا لا، لان احنا قلنا ان الشرخ بيضيق فتحه الشرج. طب ايه اللي هيحصل لما الشرج يضيق شويه؟ يحصل سكندري بايلز، يحصل له بواسير ناتجه عن وجود الضيق اللي في الشرج، الستريننج ومحاولته انه يخرج الفضلات الواسعه من المستقيم من ورا الى 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 فتحه الشرج الضيقه، فمحاوله اخراج حاجه واسعه من حاجه ضيقه ده بيضغط على الاوعيه الدمويه فيعمل بواسير. هو اصلا مش مريض عنده بواسير، مش هيجي له بواسير، لكن حصل له سكندري للضيق ثانويا. أيوة. الشرخ لو ما كانش جاله شرخ ما كانش جاله بواسير. فنقدر طبعا نقدر نفحصه كويس ونقدر نقول له اذا كان عنده شرخ بس ولا عنده شرخ وبواسير، واذا كان الضيق الشرج ده موجود نقدر نقول حتى دلوقتي درجته، يعني حتى ما بقاش بنقول كده في العموم، بنقدر نقول الشرج ده ضيق 40% 50% 10%، وده هيقول لنا احنا هنقدر نعمل علاجه ازاي في العمليه، هنوسع الشرج ده ازاي او هنعمل فيه ايه في العلاج. فالتشخيص يعتمد على الفحص الاكلينيكي، الفحص بالكاميرا عاليه الدقه، فحص العضلات نقدر نقول اذا كانت الشرج ضيق ولا لا، او الاستكشاف اذا كان في حاجه ثانيه او لا. كتير جدا من الناس الحالات اللي انا بشوفها، لان انا بيتصادف انه المريض بيبقى مرر عليا صحيح جاي لي لسبب باطني لكن يسالني في حاجه جراحيه. صحيح. كتير جدا من المرضى اللي عندهم شرخ شرجي تلاقي كلمه انا خايف. انا خايف. انا خايف، معرفش هو الكلمه دي بتتكرر على لسان الجميع ليه. ومؤخر العلاج. ايه الخطه العلاجيه وازاي نتعامل مع كلمه انا خايف دي؟ طيب هو اولا خلينا نقول ان الشرخ الشرجي ده هو ابسط الامراض اللي ممكن تيجي في الشرج، مفيش داعي للخوف. صحيح. هو مفهوش باثولوجي، مفهوش مرض اصلا، هو حاجه ميكانيكيه، حصل حاجه عملت تيرنج، حاجه عملت قطع، لكن ما كانش في مرض، مفيش مثلا مشكله في الغدد اللي حوالين الشرج، مفيش مشكله في العضلات، مفيش مشكله زي النسور او البواسير، مفيش باثولوجي اصلا، هو حاجه لسوء حظه انه جاله امساك فحصل له قطع يعني. فهو هو ابسط حاجه ممكن تيجي من امراض الشرج للمريض الحقيقه. والخطه العلاجيه بتعتمد اذا كنا في اول 6 اسابيع هناخد بعض الادويه اللي بتحتوي على النيتروجليسرين، والنيتروجليسرين هيعمل ارتخاء في عضلات الشرج وفي نفس الوقت يخلي الدم يروح اكتر ناحيه الجرح ده فالمريض يتحسن، لدرجه ان هم في التكست بوك يقولوا عصر ما قبل النيتروجليسرين في العلاج وعصر ما بعد النيتروجليسرين في علاج الشرخ الشرجي. فالفرصة الذهبية انه انت عندك 6 اسابيع من حدوث المرض ممكن تتعالج بالدواء بدون غير ما نعمل عمليات ولا اي حاجة ولا نروح في اي حتة، وناخد ادوية مظبوطة تخف. ادوية تعتمد على اللاكستيفز الملينات عشان نعالج الامساك، او لو كان طبعا الاسهال هنعالجه، بعض الاقراص المرخية للعضلات، وبعض الاقراص اللي بتخلي الدم يروح اكتر ناحية الجرح، المريض يتحسن ويبقى كويس جدا. طيب ده المريض الاولاني. المريض الثاني اللي عنده الاصابه بالشرخ اكتر من 6 اسابيع، اكتر من شهر ونص، ودول كتير جدا، وعايز اقول لك ان المرضى دول بيجوا بعد 2 و3 و4، لانه هو بيعتاد على الالم والجرح بيتحول من حاد الى مزمن، فيبقى الالم اقل، الضيق اكتر لكن الالم اقل، فيبقى يتوجع مره خد مسكن خلاص وتعود على كده. المريض اللي عنده شرخ شرجي مزمن ده 100% محتاج يعمل عمليه في منتهى البساطه. اولا كنا زمان نعملها بطريقه جراحيه تقليديه، وحتى عايز اقول انها حتى بالطريقه الجراحيه التقليديه كانت عمليه سهله الحقيقه، لكن دلوقتي بقت في منتهى السهوله، كانت تعتمد على استئصال الشرخ اللي هو الجرح المتليف عشان نحوله الى جرح حي ونشيل حته الجلده اللي خارجه من بره، وكنا نقطع حته في العضله الداخليه عشان الشرج يوسع شويه. ده كان زمان.
التكنولوجيا كلها بقت في ان احنا ما نحطش المريض ده في ريسك ابدا من حكايه توسيع العضلات. فبقينا نكوي الشرخ باستخدام الليزر زي ما بيحصل حالا. احنا دلوقتي دخلنا بالمنظار وبعدين تطلع اشعه من على بعد تكوي الجرح اللي موجود بتاع الشرخ الشرجي فتحوله الى جرح التئم خلاص. المنظار دخل وبعدين تدخل قسطره الليزر من على بعد حتى ما فيش حاجه بتلمس المريض تكوي الشرخ الشرجي فاصبح جرح ملتئم في نفس اللحظه اللي احنا شغالين فيها. طب هنعمل ايه بقى في الضيق؟ كنا زمان نعمل قطع للعضلات، دلوقتي بقينا نعمل اطاله للعضله دون قطعها. فاصبح الريسك او الخطر انه يحصل سلس براز او عدم تحكم في البراز بعد العمليه 0%. طب هل هو زيرو ولا يعني ممكن بعض الحالات يحصل لها؟ لا 0%، ما يحصلش ابدا ابدا، لان العضلات بتفضل سليمه زي ما هي. وبالتالي العمليه دي بقت تتعمل، اذا قلت 5 دقائق فهو انا ببالغ، ما تاخدش 5 دقائق الحقيقه، اقل من كده. تتعمل ببنج موضعي بالكامل بالكامل، يعني بلوكال انفلتريشن، مريض صاحي وواعي واكننا هنشيل درس كده او حاجه، فنحقن حقنتين للبنج الموضعي حوالين الشرخ الشرجي، نكويه باستخدام الليزر ونشيل الزايده الجلديه باستخدام الليزر ونوسع الشرج دون قطع العضلات. فاصبح المريض ده حقيقي لو عملنا مريض في اول الليسته، فبعد نص ساعه ساعه هو ماشي في المستشفى خلاص بني ادم تاني خالص، وماشي ولا متوجع ولا اي حاجه، ويروح شغله بدون ما نعمل فيه يعني ولا زمان ولا الحشو ولا الفتيل اللي كنا بنحطه ولا الغرز ولا الحاجات دي كلها. فالحقيقه اصبحت حاجه في منتهى البساطه يعني. طيب هذا المرض الذي وصفته انه مرض هو الاسهل والافضل بين مجموعه امراض الشرج، الاسلوب العلاجي في الحاله الحاده دوائي وبسيط، في الحاله المزمنه عمليه بتكنولوجيا عاليه جدا بتتم في اقل من 5 دقائق. صحيح. طب ايه المضاعفات اللي تحصل لما يهمل؟ يعني الكلام عنه ايوه يعني ماشي في اطار البساطه ويعني حاجه بناين، لكن المضاعفات ممكن يقلب بكارثه. صحيح. آه. وسؤال حلو قوي الحقيقه. هو احنا اتفقنا انه جرح، تعال نحط على الجرح ده كل المضاعفات اللي ممكن تحصل لاي جرح عادي. اولا الجرح يتلوث ويحصل يبقى انفكتد ووند فيعمل خراج زيه زي اي جرح، هيبقى اسمه خراج بجوار الشرج. الخراج ده هيعمل نسور شرجي، ومن اكتر الاسباب المسببه للنسور الشرجي هو الشرخ الشرجي، يقلب بمشكله يعمل نسور. واذا عمل نسور فبدل ما كنا هنعمل عمليه فبنعمل عمليتين، يعني بدل ما بنعمل حاجه بسيطه هنعمل صحيح حاجه بسيطه، لكن بيبقى يعني نعمل اجراء اكبر شويه. تاني حاجه ان الشرخ الشرجي ده قد يتحول الى واقدر اسميه بري كانسرس ليجن. اذا تحول الشرخ الشرجي وعمل كرونيك اريتيشن لفتره طويله والجرح ده موجود ونعالجه ويلتهب، من اهم الاسباب اللي ممكن تعمل سكويموس سيل كارسينوما او نوع من انواع السرطان داخل الشرج او حول الشرج هو الشرخ الشرجي. فتخيل ان احنا بنتكلم من انه جرح هنعالجه سواء بالدواء او بعمليه صغيره جدا، الى ان احنا ممكن نروح في موضوع تاني خالص يعني الحقيقه، فيحصل مضاعفات كبيره من حاجه صغيره جدا. وعشان كده الحقيقه كانت مقدمه الحلقه ممتازه، انه ممكن يحصل فعلا نار حقيقي من مستصغر الشرر يعني. اه إيه طب دلوقتي هنقول ايه للناس اللي عندها شرخ شرجي، وخصوصا اللي برضو عنوانهم الرئيسي في تعبيراتهم انا خايف انا خايف؟ اولا ما تخافش، حقيقي ما تخافش، لانه فعلا عندك حاجه بسيطه جدا. المريض هيتخيل انها حاجه كبيره جدا، لان الالم بتاع الشرخ الشرجي هو من اكبر الالام اللي ممكن تحصل. يعني هقدر اقول ان اللي عنده سرطان في الشرج مش هيتوجع قد اللي عنده شرخ شرجي، فهو بيتخيل ان عنده حاجه كبيره جدا، وكل ما يدخل حمام هيتوجع، وهو قاعد على مكتبه هيتوجع، وهو سايق في عربيه هيتوجع، فهو طول الوقت متخيل ان عنده كارثه كبيره، وهي في الحقيقه حاجه صغيره قد كده، جرح صغير نقدر نتعامل معاه. فاولا يعني فعلا الموضوع بسيط فما يخافش. تاني حاجة انه المريض اذا جاز لنا النصيحة نقول له انه لازم اكله يبقى سهل، يعني لازم ياكل اكل لا يعمل له امساك ولا يعمل له اسهال، ياكل جرينز اكتر، الخضار والخضروات والحاجات اللي زي كده، ما ياكلش الفاكهة اللي فيها بذور، او ما ياكلش بذور الفاكهة زي البذر اللي جوه الجوافة زي الرمان مثلا من غير ما يصفيه، الناس دي بتبقى عرضة اكتر للامساك، زي التين الشوكي مثلا في الصيف، يعني من الحاجات اللي بتبسط بيها قوي اذا لما بشوف موسم التين الشوكي ده بعرف ان احنا داخلين على شغل كويس يعني. انا بحب الحاجات اللي على العربيه. ايوه. اه والله بجد العربيه الحقيقيه بقى. أيوة. اما تين شوكي او بطاطا، يعني العربيتين دول انا في رايي ان هم من اجمل العربيات. أيوة. اللي في العالم. او ذره مثلا. او ذره. أيوة. اه هي الذره مش لازم تكون على العربيه، ممكن يبقى فارش على قفص كده، لكن اللي لازم يبقى على العربيه هتلاقي حاجتين، تين شوكي وبطاطا.
صحيح، والاثنين مفيدين جدا. والعربيات دي ما حدش يشيلها يا جماعه. ايوه ارجوكم معلش. انا اسف. أيوه. انا عارف ان بعض الجهات تقول لي يا عم انت مالك من الكلام ده، بس العربيتين دول بالذات المفروض نديلهم تصريح ما يتشالوش. لا في الكلور حلو، نوستالجيا كده يعني. طبعا يعني. لا وبعدين مفيدين يعني. البطاطا مفيده والتين الشوكه مفيد، والاثنين دول ما ينفعش يتاكلوا الا بالعربيه. صحيح يعني. صحيح هو طعمهم في العربيه. والتين الشوكي محمي يعني، من الصعب انه يتلوث. صحيح. والبطاطا كمناها في النار برضو من الصعب يحصل فيها. صحيح. فيعني فما ياكلش الحاجات اللي فيها بذور على قد ما يقدر، لانه عرضه للامساك، فممكن يحصل له امساك من الحاجات اللي زي كده. الحاجات المقليه بزيت كتيره مثلا، الفرايد تشيكن والحاجات اللي زي كده من الحاجات برضو الصعبه قوي. الشطه والبهارات والحاجات اللي زي كده برضو من الحاجات الصعبه. فيعني اذا كان عندك مشكله في الهضم فيعني نخلي بالنا، ويعني نبقى لطاف كده وناكل اكل سهل على جهازنا الهضمي يعني. هسالك بقى اسئله سريعه كده وتقول لي مين الحاله اللي بيبقى شرخ شرجي تقول للفريق المعاون ويا جماعه الحاله دي هتبقى الرخامه كلها، الحاله اللي ترخم علينا شويه في الشرخ الشرجي. المريض اللي عنده اكتر من شرخ، والمريض اللي عنده زي ما اتفقنا اللي هو الاتيبيكال فيشر ده، او الشرخ اللي مش المفروض يطلع في المكان ده، فطلع في مكان غريب غير اللي احنا متعودين عليه، لازم ناخد منه عينه وبنبعتها للتحليل للباثولوجي وبنستنى نتيجتها، وفي الاغلب بيطلع سبب من الخمسه اللي قلناهم من شويه، ولازم يتعالج معاه. هو كمان لازم الامراض ما بتتعبناش على قد ما التصرفات الانسانيه هي اللي بتتعب. فيعني ما بتهيأليش ان احنا بنقابل عمليات صعبه قوي في الحته دي، لكن بنقابل مرضى صعب يغيروا سلوكهم. يعني اذا كان بياكل اكل تقيل قوي فبتقول له خلي بالك من الاكل، فلا اكمل مرضى مثلا اللي يبقى ياكل كميه من الشطه العنيفه جدا جدا وهي تعباه وكل حاجه، وبعد العمليات نقول له بس خلي بالك يعني بالراحه وبتاع، وهو برده لا ما يرجعش عن اللي بيعمله. او الناس اللي بتاكل فاست فود كتير طول الوقت ومصمم على اللي بيعمله، فدي يعني الامراض ما بتتعبش، لكن تصرفاتنا احنا كبني ادمين هي اللي بتتعب شويه الحقيقه يعني. عندما ياتي حاله شرخ شرجي وبايلز وبواسير، هنعالج الاثنين في نفس الست ولا بنقدم واحد على الثاني؟ نفس الوقت ومن الحاجات اللطيفه نفس العمليه. نفس العمليه طبعا. ومرضى كتير بيبقى عندهم الحكايه دي. من الحاجات اللطيفه حتى ان الفايبر بتاعت قسطره الليزر اللي بتعالج الشرخ الشرجي هي نفس القسطره اللي بنعالج بيها البواسير، فبتبقى حاجه لطيفه جدا نقدر نعالج بيها كل اللي موجود، وهو بنج واحد. وحتى اذا كان عنده بواسير وشرخ، واغلب المرضى بيبقى عندهم كده، فهي نفس تقريبا الوقت يعني. اذا قلنا الشرخ هنعالجه في 5 دقائق، فالبواسير كمان نعالجها في 5 دقائق، فالعمليه كلها بتقعد 10 دقائق ربع ساعه يعني. المريض اللي عنده شرخ شرجي وعنده انفلاماتوري باول ديزيز اللي هي الامراض المناعيه الالتهابيه في الجهاز الهضمي، هل له وضعيه خاصه؟ هل بيبقى اصعب في التعامل مع الانسجه ولا هي هي؟ اصعب شويه. الانسجه فرايبل شويه يعني، الانسجه بتبقى ما اعرفش نقولها ازاي، فرايبل يعني من كتر الالتهاب بتبقى ممكن تتهرتق. بالظبط. تتهرتق دي لغه عربيه فصحى. ايوه مش عارف اقول يعني انسجه ضعيفه. بس ضعيفه النسيج ضعيف. بس هي على فكره الترجمه الحرفيه ليها في لغتنا احنا تتهرتق فعلا. ده حقيقي. تتهرتق يعني سهل انها تتقطع. يعني زي القماشه الدايبه كده يعني اكتر. الشغل فيها صعب. صعب جدا. والصعب انه ان احنا بنعالج حاجه سببها مش كان حاجه عاديه، سببها حاجه لازم تتعالج الاول. فالمريض ده لازم يعالج الهجمات بتاعه القولون بتاعته بشكل مع العمليات، يا قبل العمليه يا بعد العمليه يا وقت العمليه، ويفضل طبعا انه يبقى قبل العمليه بحيث يبقى القولون اهدى شويه او هجماته اهدى شويه، فما يبقاش فيه صعوبه على المريض في فتره الريكفري يعني. والحقيقه ان فتره الريكفري اللي بعد العمليه دي هي فتره في منتهى البساطه يعني. اتفقنا ان العيان ده مش هيقعد فتره طويله لا في البيت ولا غايب عن شغله ولا حاجه، وكل التكنولوجيا اللي في الحته دي هي قايمه على الكواليتي اوف لايف، انك ازاي. ما هو في الجراحه كنا هنعمل برضه وكان هيتحسن، بس هي الفكره في انه ما بعد الاجراء حياتك شكلها ايه؟ يعني طريقه حياتك تعبان وموجوع وحقن ومسكنات وكلام زي كده، ولا لطيف وتاني يوم بتروح شغلك وبتبقى احسن يعني؟ نورت وشرفت واسعدتنا في هذا الحوار الممتع لبوحته. انا عايز اقول لك كم الناس اللي انا بشوفهم عندهم بيشتكوا من فيشر، وجمله انا قلقان انا خايف دي انا بستغربها جدا.
في ظل التكنولوجيا والتقدم العلمي لواحدة من أجمل العمليات اللي استفادت من الليزر في الوقت الحالي، وحتى بالأساليب الجراحية الكلاسيكية ما كانتش عملية يعني شديدة الصعوبة يعني، لكن ما ينفعش إن أنت تعيش متألم، ما ينفعش تعيش بواحدة من المشاكل اللي ممكن تقلب المشكلة أكبر. عنوان مهم جدا، معظم النار من مستصغر الشر. ضيفي العزيز القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع في هذا المجال الأستاذ دكتور محمد مجدي النجار، عضو كلية الملكية للجراحين بإنجلترا والمدير ومؤسس لمؤسسة عيادات هيموكيور والمحاضر الدولي للمدرب المعتمد لجراحات الشرج والمستقيم، الصديق والزميل العزيز، نورت. شكرا كالعادة. الناس ليكم على الناس الحلوة. الدكتور محمد نجاح صباح، استشاري طب وجراحة العمود الفقري بالمنظار، الزمالة السويسرية لجراحات وتشوهات العمود الفقري بالمنظار، عضو الجمعية المصرية والسويسرية لجراحات العمود الفقري. أهلا بكم. اعوجاج العمود الفقري قضية علمية مهمة للغاية. حالات أنا ملاحظ إن الناس بدأت تبقى عندها وعي، فبالتالي الحالات بدأت تكتشف. كان زمان قوي بنشوف في السينما ممثلين كمان عندهم اعوجاج، ممثلين ثانويين بيبقى عندهم اعوجاج في العمود الفقري بيمثلوا، وكانت الحكاية دي بتترك عادي يعني، تعتبر عيب خلقي ولا يذهب إلى حتى استشارة، يفضل طول عمره ما بيدورش على استشارة طبية. النهاردة لقاء خاص جداً مع واحد من نجوم عالم جراحات العمود الفقري بالمنظار، ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور محمد نجاح صباح، استشاري طب وجراحات العمود الفقري بالمنظار، صاحب الزمالة السويسرية لجراحات وتشوهات العمود الفقري بالمنظار، وعضو الجمعية المصرية والسويسرية لجراحات العمود الفقري. أهلا بك يا دكتور نجاح، وسعيد جدا بهذا السياق. أنا سعيد جدا بهذا. شكرا. النهارده أنا سعيد كمان باختيارك لموضوع اعوجاج او الجنف، اعوجاج العمود الفقري. بس قول لي يعني ايه اعوجاج العمود الفقري؟ لان في ناس كتير برضو انا بشوفها نوعين، ناس عندها اعوجاج ومش دريانه، وناس تانيه يعني ايه مشكه قلقانه اذا يكون عندها اعوجاج وهي مش دريانه. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. دكتور ايمن، موضوع اعوجاج العمود الفقري تفسيره او شرح المصطلح بالعربي هو بكل بساطه هو انحراف العمود الفقري عن الوضع الطبيعي اللي المفروض يكون فيه. ممكن العمود الفقري جزء منه يميل في ناحية فيسمى اعوجاج، أو يميل للأمام بزيادة فيسمى تحدب، وده ممكن يحصل في الفقرات العنقية والصدرية والقطنية، بيسمى إجمالا حاجة اسمها اعوجاج وتحدب عن فقري، اللي هو عند الناس العاديين معروف بكلمة الأتب. يقول لك المريض ده عنده أتب، في حاجة مكلكعة في ظهره. دي بكل بساطة تعريف كلمة اعوجاج العمود الفقري، اللي هو بينتج عنه تشوه خارجي اللي احنا بنشوفه بعينينا، ان المريض يكون عنده تشوه في العضلات وتشوه في الشكل وتشوه نفسي وتشوه في الاعضاء الداخليه كمان، ان يكون حجم الرئتين مش الطبيعي، في ضغط على القلب، في عدم انتظام في ترتيب الاعضاء الداخليه في جسم الانسان اللي هي الاعضاء في البطن نتيجه تشوه العمود الفقري، وده كله بيسمى اسم كبير حاجه اسمها اعوجاج او اعوجاج وتحدب العمود الفقري. ايه السبب يعني ده؟ عشان نقول اسبابه، في اسباب كتير جدا بنقسمها لانواع. انواع اعوجاج العمود الفقري بتتقسم على حسب السن، من اول الاعوجاج الخلقي اللي هو حديث الولاده، في طفل مولود من اول ما بيتولد عنده سبب يجعل فيه اعوجاج عمود فقري، زي ان يكون عنده حاجه اسمها فقره غير مكتمله التكوين، او حاجه اسمها فقره مثلثه الشكل فيها مشكله بتسبب اعوجاج عمود فقري. مرورا بالاعوجاج حول سن العاشره، وده النوع الاشهر، اسمه اعوجاج مجهول السبب، وده الاشهر في كلامنا النهارده ان شاء الله. وبعد كده حاجه اسمها الاعوجاج اللي هو نيورو ماسكولار سكلوزيس، اعوجاج العصب العضلي نتيجه عدم تناغم في العضلات، بيحصل حاجه اسمها اعوجاج في العمود الفقري. وبعد كده النوع برضو مشهور في البالغين او كبار السن، وده اللي بيبقى له سبب ثانوي غالبا، زي انه ممكن يكون المريض عنده ورم في العمود الفقري فمسبب له اعوجاج، سواء الورم ده حميد او خبيث، عن المريض عنده انزلاق غضروفي فمسبب له اعوجاج، عنده مشكله في العضلات فعامله له اعوجاج. كل الاسباب دي بتؤدي للنتيجة النهائية أن المريض عنده عوجاج في العمود الفقري. ده شيء مقلق نفسيا للأسرة كلها كمان.
وخطير في بعض الأحيان. يعني لو جينا لو حبينا نقسم العمود الفقري عجاج العمود الفقري وخطورته، بتبدأ من الأعراض البسيطة اللي ممكن تظهر دلوقتي معانا على الشاشة بكل بساطة، إن العجاج زي ما شايفين في الصورة أول عرض ممكن يظهر ما يطلعش قوي، إن بروز عظمتي لوحة كتفي. يعني المريض عنده عظمة في لوحة الكتف في اليمين أو الشمال بارزة أكتر من الثانية، أو بروز الاثنين مع بعض. عنده حاجة اسمها تماثل في مستوى الكتفين، عنده كتف أعلى من الثاني. المريض لما ينحني للأمام يبقى عنده عدم تماسك، عدم استقامة في العمود الفقري، ده بيسمى كيفوز أو تحدب بالعمود الفقري أو التقوس. المريض لما بينحني للأمام في العجاج بيبقى عنده حاجة اسمها تكتل في القفص الصدري في ناحية عن الثانية، يعني عدم تماسل في الناحيتين. لو بنوتة يبقى عندها عدم تماسل في الثديين، عدم تماسل في منظر البطن من الأمام، عدم تماسل في منظر الظهر من الخلف. كل دي أعراض أولية بنشخص بيها مرض عجاج العمود الفقري، مرورا بقى بالمشاكل الكبيره اللي ممكن يجينا بيها المريض باعراض متقدمه جدا، زي ان جاي بحاجه كبيره جدا في ظهره تسمى اتب، جاي شايلها على ظهره فعلا، ضغطه على القفص الصدري، مغيره شكل الضلوع، مغيره شكل الجسم بالكامل، ممكن تكون عامله انحناء شديد جدا، اثر على القلب. المريض بيجي يقول انا ما بعرفش اتحرك، ما بعرفش امشي 20 متر على بعض، ما بعرفش اطلع سلم نتيجة إن قدرة القلب بقت ضعيفة، حجم الرئتين بقى فيه مشكلة، وظيفة التنفس عنده مهلهلة وضعيفة، ما عادش عارف يمارس حياته بصورة طبيعية، فبيجي لنا بمرحلة متأخرة للأسف. كل دي أعراض، كل دي أعراض، أعراض بتظهر في سن مبكرة أو في سن متأخرة على حسب نوع العجاج، وخطورته بتظهر أكتر في العجاج اللي هو حول سن العشرة، اللي هو العجاج غير مجهول السبب. اللي هو بيظهر عند الأطفال حديث البلوغ، ده اللي بيبقى علاجه صعب شوية لو وصل لنا الطفل أو الشاب أو البنوتة في مرحلة متأخرة. عايزين نأكد على الخطورة، يعني نقول تاني الحاجات الخطرة. خطر خطورة عجاج العمود الفقري على عكس ما الناس فاهمة، هو مش مجرد بيعمل تشوه نفسي بس، عجاج العمود الفقري بيهدد حياة المريض أو الطفل المصاب غالبا جملة وتفصيلا. جملة في إن المريض نفسه ممكن حياته كلها تكون مهددة بالانتهاء أو الوفاة لا قدر الله، في ان العجاج بيتطور بصوره سريعه جدا فيضغط عنده على القلب والرئتين فيجي لنا في مرحله متاخره بتنتهي بالوفاه لا قدر الله، ده جمله. وتفصيلا انه بيأثر عليه، بيعملوا تشوه نفسي، الطفل اللي عنده عجاج عمود فقري لا قدر الله دايما بيبقى عرضه للتنمر من زملائه ومن الناس في الشارع، لانه عنده تشوه غريب، والتشوه ده غريب على الناس، فدايما بيخيلوا عليه ويسيئوا بألفاظ كتير جدا بتظهر عليه نفسيا، فبيجي لنا فعلا مش بس في شكله متغير ونفسيته سيئه وحالته سيئه، بيجي بتشوه ثلاثي الابعاد بالمعنى الحرفي. زي ما تشوه العمود الفقري نفسه الفقرات بيبقى ثلاثي الابعاد، هو تشوه نفسي داخله، تشوه عضوي، حياه الاسره كلها نفسيا متاثره بسبب وجود الطفل اللي عنده عجاج، خاصه لما بيكون في مرحله متقدمه للاسف. ايه العلاجات بقى؟ الخطه العلاجيه بنرسمها ازاي؟ علاجات عجاج العمود الفقري طبعا في قياسات وتشخيصات بس اشهرها عشان نبسط للمشاهدين. علاجات عجاج العمود الفقري بنقسمها دايما على حسب سبب العجاج وعلى حسب نوع العجاج. يعني لو جينا نشوف النوع الاخير اللي هو عجاج العمود الفقري في البالغين، دايما ممكن يكون المريض عنده عجاج بسبب ورم، الورم ده ممكن يكون حميد او خبيث، فعلاج عجاج العمود الفقري في المرحله دي بكل بساطه نعالج السبب، نشوف الورم ده بيتعالج ازاي ونعالجه. ممكن يكون لي عجاج بسبب انزلاق غضروفي، نعالج الانزلاق الغضروفي سواء كان بتدخل علاج تحفظي او عمليه بالمنظار او جراحه. ممكن يكون عجاج العمود الفقري نتيجه مشكله في العضلات فبنعالج المشكله دي. والنوع الاشهر بقى اللي هو عجاج العمود الفقري مجهول السبب، ده بيكون نتيجه مشكله في العضلات او عوامل وراثيه بطريقه ما ادت للتشوه الحالي. برضه بنطمن المشاهدين ونقول لهم ان مش كل العلاجات في العلاج ده بتعدي بعمليه، لا فضل ربنا ممكن الموضوع يعدي بالعلاج التحفظي، بس على حسب الزاويه بتاعته وعلى حسب المريض ده جالنا في السن كام وجالنا في انهي درجه وفي انهي مرحله، والعلاج مؤثر على الوظائف الداخل الحيويه ولا لا. ممكن الموضوع بفضل ربنا يعدي كله بالعلاج التحفظي، العلاج الدوائي او العلاج الطبيعي من طبيب متخصص في جراحات الشرج الفقري مع طبيب علاج طبيعي متمرس في النوع ده من العلاج الطبيعي. أو ممكن نلبس المريض حزام معين بصورة معينة لوقت معين بيساهم في تقليص الزاوية ما تزيدش. أو المرحلة الأخيرة إن المريض نقول له والله حضرتك محتاج عملية تسمى عملية استعدال للعمود الفقري أو عملية تصليح عجاج العمود الفقري. احكي لي بقى على العملية. لو حبينا نتكلم عن العملية
برضو بنطمن الناس ان العمليه هي اخر حاجه ممكن نوصل لها، ودايما بنقول للناس ان بفضل ربنا لو الموضوع تم تشخيصه مبكرا واكتشفناه في وقت بدري جدا، المريض بفضل ربنا بيعدي بالعلاج التحفظي من غير عمليات. لو وصلنا للعمليه، كانت العمليه زمان الموضوع كان صعب جدا وكانت نسبه نجاحها قليله، نتيجه ان كانت العمليه ممكن تقعد وقت طويل جدا، ممكن من 8 ل 10 ساعات. بفضل ربنا مع التكنولوجيا الحديثه دلوقتي بقينا ما بنحتاجش نفتح فتح جراحي تقليدي بالكامل بطول الظهر زي زمان، بنركب دعامات بصوره متقدمه جدا حتى وبنصلح تصليح عجل العمود الفقري، بنصلح حاجه اسمها تصليح ثلاثي الابعاد، يعني ما نقولش المريض الزاويه عندك 70 هنوصلها ل 20، لا، بفضل ربنا بنصلح او بنعمل استعدال للعمود الفقري استعدال تام، تصليح ثلاثي الابعاد مع الوسائل الحديثه. كلمه استعدال دي كلمه جميله قوي، كلمه بس هي كلمه واقعيه، كلمه واقعيه، كلمه ميكانيكيه، كلمه ميكانيكيه بيستخدموها الناس بتوع السمكري بس حبايب الناس المحترمه دول. هو ده الواقع، بيعمل بس استعدال. احنا في الطب خدناها منه، انتوا بقى خدتوها منه وبتستخدموها باستمرار. بنعمل استعدال، استعدال فعلا، استعدال فعلا، استعدال حقيقي للعمود الفقري والقفص الصدري بفضل ربنا. كمان حتى التخدير في عمليات العجاج ما عادش زمان، ما عادش فيه تخدير كلي بصوره تخلي المريض فتره الافاقه بتاعته صعبه، ده عاد تخدير مش جزئي، هو تخدير كلي لكن الى حد ما بيكون خفيف على الجسم، ما بيخليناش نخش فترة إفاقة طويلة بعد العملية، فترة التعافي بتكون قصيرة جدا بفضل ربنا. المريض بعد بيخرج من العملية بعد حياة جديدة وهبت له من ربنا عز وجل، لأن المريض بيبقى داخل بأتب وتشوه نفسي وخلقي، بعد ساعتين لثلاث ساعات المريض بفضل ربنا بيخرج لغرفته بدون الاحتياج غالبا للرعاية المركزة وبدون الاحتياج لنقل دم زي ما كان موجود زمان، بالكتلة الرهيبة اللي كانت موجودة دي اتشالت والعجاج اتصلح بالكامل، حياه نفسي المريض بيبقى تاريخ ميلاده يوم ميلاده يوم العمليه بفضل ربنا عز وجل علينا. بيخرج من الغرفه بعدها بساعتين بيبدا يتمشى في نفس اليوم عادي من غير المشاكل اللي كانت موجوده زمان، قد لا يحتاج غالبا حتى لجهاز تسكين الالم. بيخرج تاني يوم من المستشفى عادي خالص زي اي مريض عادي، فتره نقاهه عاديه، بعد اسبوع بنشوف العاده بنطمنه عليه على نفسه وعلى العمليه. بعدها بيقدر ينحني تدريجيا للركوع والسجود في خلال شهر من العمليه، وفي خلال شهرين بفضل ربنا ممكن يرجع لحياته الكامله، يشتغل ويشيل ويحط لو هو بالغ، ويخرج ويجري ويلعب، لو بنوته بفضل ربنا ممكن تقدر تتجوز وتحمل وتمارس حياتها بصوره طبيعيه بالكامل على غير ما يتخيله الناس. تصليح عجاج العمود الفقري مش امن، بس امن جدا دلوقتي ونسبة نجاحه عالية جدا نتيجة التكنولوجيا الحديثة اللي ربنا من علينا بيها في عمليات تصليح عجاج العمود الفقري. حاجتين لازم نأكد عليهم، الأمان ونسبة النجاح. نسبة النجاح بفضل ربنا عالية جدا نتيجة التكنولوجيا الحديثة الموجودة وعوامل الأمان وتطور الجهاز اختبارات الأعصاب اللي معانا في العملية، ده بيخلينا مش زي زمان نتفاجئ بالمريض بعد العملية هو لا قدر الله عنده مشكلة في الأعصاب، حصل عنده ضعف في الأعصاب أو شلل لا قدر الله، بيخلينا شايفين النخاع الشوكي طول وقت العملية وحركة الأعصاب، بيخلي فترة العملية أقل، الأمان أعلى، فترة النقاهة أعلى، كل دي وسائل حديثة بتستخدم دلوقتي في عمليات عجاج العمود الفقري، فده اللي خلى نسبة نجاح عالية جدا. والأمان واضح من حوارك إنها بقت الأمان بنوصل له بفضل ربنا مع الحاجات دي كلها، والتشخيص السليم والعلاج في مكان متخصص في النوع ده من العمليات اللي هو جراحات وتشوهات العمود الفقري. اليوم بيمشي ازاي؟ تحضير مريض جالك عنده عجاج في العمود الفقري، عاش حياته وعنده أتب، عاش حياته نفسيا كمان، في ناس منهم بتبقى يعني أنا بكلمك عن إحساس المريض اللي عنده مشكلة لازمته ممكن 30 سنة ممكن 20 سنة. للأسف المريض مش بيبقى جاي لنا بس بتشوه خارجي في ظهره أو تشوه في الأعضاء الداخلية، المريض جاي بتشوه نفسي. حتى المريض حتى وأنا بقنعه بالعملية وبفهمه خطواتها بالترتيب وبشرحها له تفصيلا، بيبقى مش متخيل أنه ممكن يكون بعد العملية بساعتين ثلاثة بيمشي على رجليه وما عندوش المشكلة دي بتاعه. لازم الأول نعالج المريض نفسيا ونهيئه نفسيا لحياة جديدة بفضل ربنا علينا، بنفهمه أن العجاج بيتصلح بالكامل، شرط أن يكون المريض كشف أو وصل لنا في مرحلة مبكرة، ما يجيش في مرحلة متأخرة بتصعب علينا. بنهيئه نفسيا ونشرح له خطوات العمليه ونعرفه ان فضل ربنا بعد ساعتين بيكون في غرفته عادي، ونعرفه الحاجات اللي بتساعد في نجاح العمليه من تغذيه جيده والتزام بادويه
ومعدلات امان عاليه والتزام بالتعليمات، كل ده بنعرفه له قبل العمليه وبيقدر يمارس حياته تقريبا بصوره طبيعيه بعد العمليه في اول يوم وثاني يوم وثالث يوم، وبعد اسبوع بيكون تقريبا شخص طبيعي بالكامل. فضل ربنا علينا. الحاجات اللي حضرتك حاططها قدامك او بتؤكد ليها بالنسبه لمرضى الجنف، توقيت التوقيت مهم قوي اللي هو بنسميه توقيت timing of seeking of the medical advice، توقيت البحث عن الاستشاره الجراحيه. التوقيت الذهبي للمريض اللي عنده وجع جمود فقري، برضو عشان نطمن المشاهدين تاني، ان اول ما يظهر اي علامه من علامات وجع جمود فقري نسارع بالفحص الطبي عند طبيب متخصص في جراحات الاستشاره الجمود الفقري. اقل الاسباب لو ما عرفناش نوصل، في اشعه عاديه بتعمل بها سكريننج دلوقتي، نعمل حاجه اسمها اشعه عاديه على العمود الفقري كاملا امامي وخلفي وجانبي وضع واقف، اسمها وضع واقف، دي بنعرضها حتى على اي طبيب متخصص في العمود الفقري، ممكن يقول لنا في عجاج او ما فيش عجاج. ولو لا قدر الله كان في عجاج باي زاويه من الزوايا، لازم نلجا لمتخصص في طب وجراحات وتشوهات العمود الفقري، هيقول لنا، هو يكون الطبيب الثقه الامين اللي ياخد لنا القرار المناسب في التوقيت المناسب. السؤال المهم، لو انسان عاش فترات طويله من حياته، يعني جالك عنده 40 سنه مثلا، تجرى العمليه في السن ده؟ اعوجاج العمود الفقري بفضل ربنا دلوقتي بيجرى في اي سن، لكن هو المريض محتاج التصليح ولا مش محتاج تصليح؟ التشوه اللي عنده مستقر ولا ثابت؟ بيزيد ولا ما بيزيدش؟ مأثر على الاعضاء الداخليه ولا مش مأثر؟ بس دايما بننصح المشاهدين ان الموضوع لما بتشخص بدري بتكون النتيجه دايما افضل، مش مرضيه بس، النتيجه افضل من المتوقع بفضل ربنا. ننصح اي حد من المشاهدين شك ان ابنه او بنته عندهم عجاج في العمود الفقري يسارع بالكشف الطبي عند متخصص في امراض وتشوهات العمود الفقري. نورت واشكرك جزيلا على هذه الزياره الجميله كعادتك، الاستاذ الدكتور محمد نجاح صباح، استشاري طب وجراحات العمود الفقري بالمنظار، وصاحب الزماله السويسريه للجراحات وتشوهات العمود الفقري، عضو الجمعيه المصريه والسويسريه لجراحات العمود الفقري بالمنظار، واحد من نجوم هذا المجال. نورت الناس الحلوه واسعدتني. سعداء جدا بحضورك. خليكم دايما مع الناس الحلوه. الأستاذة الدكتورة منى أبو الغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، استشاري العقم وأطفال الأنابيب بالمركز المصري لأطفال الأنابيب، دكتوراه أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، استشاري الموجات الصوتية في أمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والتكاثر، عضو الجمعية الدولية للموجات الصوتية لأمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية المصرية للخصوبة. اهلا بكم. الثقافه الطبيه شيء مهم جدا يا جماعه، وده اللي احنا بنينا عليه برامجنا. ثقافه، ايه هدفنا؟ ان انتوا تثقفوا. الثقافه في اكثر من جهه. اولا ثقافه، يعني ايه طبيعه الحاله المرضيه اللي بتعاني منها السيده؟ احنا بنتكلم النهارده عن تاخر الانجاب في المقام الاساسي وبنتكلم على امراض النساء. امتى الست تتحرك اذا اشتكت؟ امتى؟ توقيت مهم جدا جدا. حالة المرضية دي هل تستدعي إنها تتحرك بسرعة، ولا تستدعي الهلع والخوف والرعب، ولا تبقى فاهمة إن التريث في التعامل معها شيء مهم جدا. الزوج والزوجة لازم يبقى عندهم ثقافة الطاعة الطبية، وفي نفس الوقت يبقوا فاهمين الخطوات ماشية إزاي. هذه هيكون نقطة مهمة جدا في حوارنا النهاردة
مع قمة علمية كبيرة واسم عالمي قدير، بنفتخر بوجوده معنا في الناس الحلوة، بنسعد بالحوار العلمي أكيد مع القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتورة منى بلغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، استشاري تأخر الإنجاب أطفال الأنابيب بالمركز المصري العريق لأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب، وصاحب الدكتوراه أمراض النساء والتوليد من كلية الطب قصر العيني، استشاري الموجات الصوتية، وعضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والتكاثر والجمعية الدولية للموجات الصوتية والجمعية المصرية للخصوبة وتأخر الإنجاب. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بحضرتك. النور ده مساء النور. الثقافة قبل ما أدخل في الحالات، الثقافة تزدري أنها تزيد أم تقل أم يعني مش واضحة الإحصائيات فيها؟ لا طبعاً الناس بقى عندها فكرة أكتر وبيقروا أكتر وبيخشوا أونلاين بيستخدموا جوجل، وده ممكن بيبقى مشكلة أحياناً. لا طبعاً الناس بقى عندها ثقافة أكتر يعني، بس المهم إن الواحد ياخد ثقافته من 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 مصدر صح يعني، عشان بس ما يتلخبطش وما يقلقش بدون داعي يعني. النهاردة عندنا من مذكرات المركز المصري قصص هحكيها لحضرتك لأنها مرت عليكي، بس أنت يعني أنا هتقمص دور اللي بيشتكي الكومبلين. أول هذه القصص لواحدة عندها 30 سنة تعاني من ورم ليفي كبير الحجم داخل الرحم، بتسأل هل يمكن علاج بالمنظار، تفاصيل العملية، هل هناك أثر جانبية بعد العملية؟ طبعا المريضه دي اكيد بتشتكي شكوى جامده لان الورم جوه تجويف الرحم، فاكيد عمل لها نزيف جامد مع الدوره والام مع الدوره. مفروض السيده دي يتم يعني فحصها كويس بالموجات الصوتيه عشان اعرف قد ايه من الورم ده داخل جوه التجويف، بحيث ان انا الجراح المناظير ياخد فكره كويسه يعني قد ايه منه داخل جوه التجويف وهيقدر يشيل ولا لا. والاجراء بيتم كله بمنظار الرحمي اللي هو من تحت بدون فتح بطن، ويجوز الجراح يحتاج يعمل العمليه على مرتين مش على مره، على اكتر من مره لو حجم الورم كبير قوي. الاحتياطات الاساسيه ان احنا نحافظ على بطانه الرحم، دي سيده بتعاني من تاخر انجاب وعايزه تحمل، فانا بطانه الرحم دي بالنسبه لي نسيج غالي جدا ومهم جدا وثمين جدا وما بيرجعش، لو راح ما بيرجعش، فلازم الواحد يبقى في حرص جديد وخبره كويسه لازاله الاورام اللي فيا بشكل يبقى امن، بحيث البطانه ترجع تكبر تاني وتغطي المكان اللي انا شلت منه الورم الليفي. وبعد لما بتشيل الاورام اللي فيا، لو هي هتعمل اطفال انابيب او حقن مجهري، بننصحها ان احنا بننتظر حوالي 3 شهور، ولو ده اتشال بالمنظار الرحمي يجوز بنديها علاج هرموني كده شهرين ثلاثه عشان نطمئن ان البطانه رجعت يعني تاني زي ما كانت قبل العمليه، وبعدين نبدا عمليه الحق. الحاله الثانيه برضو ست عندها 26 سنه بتقول فرحي بعد شهرين تعاني من تكيسات مبايض. ده هنا بقى حاجه مهمه قوي، هل هذا يمنع الحمل؟ على فكرة في هلع. أنا بتسأل السؤال ده تقريبا مرة أو مرتين في كل عيادة. طب هي دلوقتي هتتخطب، نقول للعريس إن هي عندها مشكلة، بيبقوا قلقانين جدا. على فكرة في ستات كتير عندها تكيسات، ومصر بالذات منتشر فيها قوي، إحنا يعني بطبيعتنا في المنطقة دي عندنا تكيسات كتير. السيدة اللي عندها تكيسات هي دي صورة فعلا، شكل المبيض في السونار، إنه بيبقى مبيض فيه بويضات كتير. السيدة دي خصوبتها يعني هي عندها بويضات كتير، فعندها مخزون عالي، فمش يعني حتى لو هي هتحتاج شوية مساعدة عشان يحصل حمل، مش المفروض إنها تكون قلقانة أو متوقعة مشكلة كبيرة. التكيسات المبيض علاجها كبداية بيبقى إجراءات بسيطة جدا. أول حاجة لايف ستايل، يعني كتير من السيدات دول بيبقى وزنهم زيادة، عندهم مقاومة إنسولين، الأمور دي لما بتتظبط كتير منهم الدورة بتنتظم وبيحصلهم تبويض لوحدهم. الطريقة دي ما مشيتش، بندي منشطات للتبويض، ممكن تبقى حاجات بسيطة جدا زي أقراص زي الكلوميد أو التكنوفيولا، يعني حاجات يعني بسيطة خالص، ولو ده ما نفعش ممكن ندي منشطات في شكل حقن. فأقصد أنه يعني كبداية التكيسات ما هيش مشكلة عويسة قوي زي ما السيدات فاكرة، وليها حلول وليها علاج. السيدة دي اللي هتتجوز طبعا قلقانة لأن غالبا الدورة مش منتظمة، لكن بما أنها خلاص هتتجوز فإحنا هنقدر نساعدها بقى أن إحنا نعمل تبويض وأن إحنا نتابع تبويض ونساعدها أنها تحمل. وفي نسبة كبيرة من السيدات دول بيحملوا
بمتابعات بسيطة أو بتنشيط بسيط بدون ما يبقى فيه مشكلة جامدة. هي الحالات بقى اللي بعد تكرار محاولة التنشيط وشهور وسنين وما فيش أي استجابة كويسة أو في عامل آخر مأخر الإنجاب، ممكن ننصحهم إن هم يعملوا حقن مجهري. أوكي. الحل جاية بقى بتعاني من بنت بتعاني من غزارة الدورة وبتقول ان صحة التحاليل عندها ما فيهاش مشاكل. طبعا بتقول عدم وجود انيميا. طبعا ما اعرفش يعني غزارة الدورة وعدم وجود انيميا، أنيميا. هقول لحضرتك في سيدات كتير بيشتكوا من ده، ومش شرط يبقى حاجة عضوية، ممكن يبقى حاجه فيسيولوجيه، يعني اللي احنا بنسميه dysfunctional uterine bleeding اللي هو النزيف الغير عضوي، يعني شويه لخبطه في التبويض، شويه لخبطه في الهرمونات اللي بتسيطر على الدوره بحيث تخلي الدوره تيجي في ميعادها وتنتهي في ميعادها. فساعات السيدات دول العلاج بيبقى بسيط قوي، علاج هرموني لمده 3 اشهر بس، تلاقي بعد الثلاث اشهر دول الدوره انتظمت والغزاره دي قلت، او ان احنا نديها اثناء الدوره الادويه اللي هي بتقلل كميه الدم، يعني اللي بتساعد شويه على تجلط دم الدوره، ده بيحسنهم جدا. انا يطمني جدا انها ما عندهاش انيميا، ده معناه ان الحاله ما هيش شديده قوي، يعني لو هي بتشتكي من نزيف وعندها انيميا شديده مخليها مش قادره تمارس حياتها بشكل طبيعي ساعتها اقلق جدا، لكن طالما ما فيش انيميا شديده يبقى ان شاء الله الامور تعالج بشكل بسيط وسهل. الانسه دي اول حاجه اعملها لها موجات صوتيه سونار، اطمئن ان مفيش حاجه عضويه، اطمئن ان مفيش ورم ليفي، مفيش لحميه، مفيش كيس على المبيض. ولو الامور ما فيهاش حاجه عضويه صعبه يبقى طرق العلاج اللي انا وصفتها. الحاله الجايه بقى متزوجه من 3 سنين، عمرها 35 سنه، ما حصلش حمل حتى الان، قامت بالفحص هي وزوجها ولم يتضح سبب التاخر، فما هو الحل؟ طبعا في حاجه اسمها تاخر انجاب غير معلوم السبب unexplained infertility، وده بيحصل في حوالي 10% من الازواج اللي بيحاولوا يحملوا ما بنوصلش لسبب. باشفق على الكابلز دول، على الزوجين دول، لان هم بيبقوا مصممين عايزين يعرفوا السبب، طب نعمل كذا، طب نعمل ده، ويقعدوا بقى يعملوا الفحوصات مره واثنين وثلاثه، في حين ان انا مطلوب فحصين ثلاثه يوصلوني للتشخيص ده، يعني تحليل سائل منوي طبيعي، اي فحص يطمني ان الانابيب سليمه، واي فحص يطمني ان في تبويض طبيعي ومخزون المبيض كويس، وطبعا ده بوصل له بالموجات الصوتيه، انا شايفه رحم كويس وبطانه رحم حلوه وتبويض كويس. انا لو عملت ده وما لقيتش اي سبب فيه، في الاغلب ده تاخر انجاب غير معلوم السبب. الثلاث سنين دي نقطه فارقه جدا، لان كتير من الازواج اللي عندهم تاخر انجاب غير معلوم السبب بيحصل لهم حمل بشكل طبيعي في خلال الثلاث سنين دول، فلا هي صغيره ولو الامور مطمئنه وهي مش قلقانه قوي، كتير منهم بقول لهم انتظروا، حقيقي بنسبه كبيره منهم على اخر الثلاث سنين بيكونوا نسبة كبيرة منهم حمل، لكن طالما عدينا الثلاث سنين غالبا هي هتحتاج مساعدة. وسائل العلاج بنبدأ بالحاجات البسيطة زي متابعة تبويض دقيقة بحيث ان احنا نبقى متأكدين انه احنا بنظبط الامور وقت التبويض، او ادي منشطات برضو مش لازم تبقى حاجة جامدة قوي، اتأكد برضو ان انا عندي تبويض حلو مع بطانة رحم حلوة مع تحليل سائل كويس، ده ممكن يظبط الدنيا. ممكن على التنشيط اعمل حاجة زي تلقيح صناعي. تلقيح صناعي ده مش حقن مجهري، ده اخصاب بيحصل داخل الجسم، انا بس بظبط الدنيا، بدي تنشيط، بتابع التبويض، بدي حقنة مفجرة، واليوم اللي البويضة خلاص انا عارفة ان هي بتخرج بحضر السائل المنوي بطريقة معينة وبحقنه جوه الرحم بقسطرة رفيعة، فبساعد شوية الامور، وده بيدي نسبة نجاح مش عالية قوي، لكن عشان هو اجراء بسيط وسهل ممكن تكرر اكتر من مره، يعني ممكن نعملها اب تو 3 مرات او حتى 6 مرات. واخر حاجه بقى لو مرينا بكل الخطوات دي وما حصلش حمل هو الحقن المجهري. هنا بقى لما بعمل الحقن المجهري ممكن يظهر لي السبب، لاني ممكن اشوف بنفسي بقى جوده البويضات، ممكن في مشكله في جوده البويضات وانا ما عنديش طريقه اشخص مشكله في جوده البويضات غير ان انا اشوفهم في المعمل. قدره الحيوان المنوي على تخصيب البويض، الاقي التخصيب في مشكله، تخصيب قليل لسبب ممكن مش معروف، فده يبان في المعمل. لكن طبعا السيدات دول نسبة النجاح فيهم بتبقى يعني كويسة في الحقن المجهري، خاصة لو بدأت 9 في سن كويس مع مخزون مبيض كويس. السؤال القادم سؤال عن التجميد، وسؤال يرتبط ارتباط برضو أكيد بشكل أو بآخر بالمعمل، والمعمل هو زي ما يقولوا الجوهرة الدفينة المهمة جدا في أي مكان أو أي مركز عالمي للأطفال الأنابيب، والمركز المصري واحد من المؤسسات اللي بنفتخر بيها في المجال ده، والمعمل
ما شاء الله بتاع المركز المصري له سمعة عالمية. فانا عايز اتكلم على التجميد وننوه عن قيمه المعمل واحنا بنتكلم على التجميد. هو سؤال على التجميد هي بتسال هل يمكنني تجميد البويضات في سن ال30؟ ده سؤالها. وما هي مراحل التجميد؟ واحده مثقفه عايزه تعرف. طبعا تجمد وهي 30. احنا بنشجع السيدات ان هم يجمدوا وهم صغيرين لان ده السن اللي فيه اعلى نسبه نجاح. جوده البويضه في السن ده تؤدي الى اعلى نسبه نجاح لو استخدمتهم في برنامج الحقن المكاري. الخطوات هي بتجيلنا يعني بتقول لنا ان هي بتفكر تجمد البويضات، بنشرح لها الخطوات، بنعمل تقييم نطمئن ان مخزون المبيض بتاعها كويس عن طريق الموجات صوتية وعن طريق تحاليل الدم، وبنطمن على صحتها العامة، بنحط بروتوكول العلاج وده بيبقى عبارة عن تنشيط للتبويض عشان نحفز المبيض انه يطلع بويضات كتير، بنتابع التبويض وبرده ده بيبقى بالموجات الصوتية. غالبا الزيارات بتبقى حوالي 3-4 زيارات لمتابعة التبويض. البويضات وصلت الحجم اللي احنا عايزينه وبيتم عمل اجراء بسيط في اوضه العمليات ببنج، اسحب السائل اللي جواه البويضة، المعمل بيفحص البويضة، البويضة الناضجة بنجمدها، والبويضة دي ممكن تقعد سنين مفيش اي مشكله لحد لما يعني يبان السيده دي محتاجه تستخدمهم ولا حملت بشكل طبيعي ولا ايه. ميزه البويضات دي ان هم بعمرها وهي 30 سنه وده معناه ان فرصه ان يحصل منها حمل خاصه لو عندي عدد كويس من البويضات، بمعنى 20 25 بويضه متجمدين عندي فرصه حملها توصل ل 40% لو استخدمت البويضات دي، ودي طبعا نسبه كويسه جدا. ودي ميزه ان انا اجمد البويضات في سن صغيره لاني بحافظ على خصوبتها بتاعه السن الصغير ده. المعمل طبعا هو الاساس بتاع اي مركز اطفال انابيب لانه التقنيات المستخدمه فيه والادوات اللي بنحافظ على كل خطوه، التعامل مع البويضه، تنظيف البويضه او تقشير البويضه، حقن الحيوان المنوي جوه البويضه تحت ميكروسكوب مخصوص، الحضانه اللي بيقعد فيها الجنين ده لحد لما ننقله سواء يوم او يومين او خمسه، محتاج ان اجواء الحضانه تبقى متظبطه جدا بشكل يعني في تكنولوجيا عاليه جدا، الغازات المستخدمه جوه الحضانات وجوه المعمل، خبره الزملاء في المعمل للتعامل مع الامور. وهنا يعني هو المركز المصري من سنة 86 لكن على مدار السنين دي كلها حصل تطور طبعا لأن التكنولوجيا يعني حصل فيها حاجات كتير قوي على مدار السنين دول. وآخر حاجة مهم جدا أنها تبقى موجودة في أي معمل أطفال أنابيب هي طبعا الحضانات بالتكنولوجيا الجديدة الحديثة، لكن كمان النظام اللي هو فيه تكنولوجيا عالية لتتبع كل الحاجات اللي بنستخدمها في المعمل، حاجة اسمها الRI Witness. الRI Witness بيدي كود لكل كل حاجة أنا بستخدمها للعيانة، وبحيث أن أنا في أي مرحلة من مراحل البرنامج بيبقى الكمبيوتر محدد أن دي المريضة اللي أنا هشتغل عليها دلوقتي، فبيشيل أي مجال لأي خطأ في أي حاجة أنا بستخدمها للمريضة، بيبقى معروفة، بيبقى ليها باركود هي باسمها وباسم الزوج. فأنا دلوقتي بشتغل بالمريضة دي، الكمبيوتر بتاعي، الميكروسكوب بتاعي، الحضانة بتاعتي عارفة أن هي دي المريضة، لو حصل أي خطأ بيمنعني أن أنا أشتغل، بيزمر وبيوقف كل حاجه بحيث انه ما. فدي اكتر تقنيه حديثه دخلت في المعمل مؤخرا، وهو المعمل يعني التحديث ده لسه في الشهور الاخيره، خلت طبعا ان مستوى المعمل زي مستوى المعامل بتاعه اوروبا وامريكا. وهي في اوروبا مثلا ممنوع معامل اطفال انابيب تشتغل من غير وجود التكنولوجيا دي الRI Witness، فطبعا وجودها شيء مطمئن للمريضه، مطمئن لينا للي بيشتغلوا، وبيخلينا دايما up to date، يعني احنا أحدث حاجة دايما موجودة علشان نشتغل وإحنا مرتاحين وإحنا مطمنين للنتائج بتاعتنا. نورتي وشرفتي، ودايما وجودك معنا مصدر سعادة كبيرة، فخر كبير. المركز المصري مكان يعني من وإحنا طلبة، من وإحنا في كلية الطب، لما بنشوف الدكتور محمد أبو الغار أو نشوف الدكتور جمال أبو السرور كنا بيملأنا الفخر، ونتمنى الحمد لله يعني لهم الصحة والعافية، وما شاء الله يعني رافعين رأس الأسرة الطبية المصرية في عالم الإخصاب المساعد عاليا في السماء العالمية لهذا المجال، مجال الإخصاب المساعد. نورتي وشرفتي، وكالعادة أنتظر اللقاء معك بفارغ الصبر، وننتظر إن شاء الله حوارات قادمة لمواضيع مهمة جدا في عالم الإخصاب المساعد وعالم النساء بكل
الفروع. نورت يا فندم وشرفت كبير لينا هذه الزياره. ضيفتي العزيزه الاستاذ دكتور منى بلغار، استاذ امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب، استشاري تاخر انجاب اطفال الانابيب بالمركز المصري لاطفال الانابيب، وصاحبه الدكتوره امراض النساء والتوليد، استشاري الموجات الصوتيه وعضو جمعيه الاوروبيه للخصوبه والتكاثر، الجمعيه الدوليه للموجات الصوتيه والجمعيه المصريه للخصوبه، واحده من ميجا ستار هذا المجال، كانت في الناس الحلوه. يبقى للناس الحلوه شيء مهم جدا، امل الانجاب شيء رائع جدا. يا ريت المجتمعات المدنيه تساعد وتساهم في دعم اولئك الذين يتمنون ان يكون لهم طفل او طفله، يا ريت يكون ده على اولويه العمل المدني، مش بس الحكومه هي اللي هتحمل المسؤوليه، لانه الحكومه عندها مسؤوليات كبيره واحنا في وطن نامي، لكن كمان المجتمعات المدنيه لها دور مهم جدا جدا. هنتكلم في الكلام ده مع الناس الحلوه. مشكلة البنكرياس أعراضه بنسميها دايما فيج، يعني ملهاش عرض محدد. أورام البنكرياس، البنكرياس عموما ما حدش يعرف عنه حاجة. تشخيصه إن احنا نقول ينفع له عملية فعلا اتطور جدا جدا، مش هيدي أعراض غير ما يوصل لحجم كبير قوي، وبالتالي في الغالب بيتشخص متأخر قوي. عشان استقصر المنطقة صعبة شوية، والعملية تبان إنها تخوف شوية، لكن نسبة نجاحها دلوقتي تتعدى 95%. الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس، استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، عميد المعهد القومي للكبد سابقاً، زميل جامعة إيسن بألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. أهلا بكم. دايما في أورجان كده عضو في الجسم أنا بسميه العضو المظلوم والعضو المخيف جدا، تقولوا مع كل طبعا حتة في الجسم مظلومة ومخيفة في نفس الوقت، ده تعبير أدبي، بس البنكرياس اللي أنا قصدي عليه. ليه مظلوم؟ لأنه معلومات الناس على البنكرياس قليلة، وبرضو حتى معلومات طلبة الطب على البنكرياس قليلة، ومعلومات الامتياز أو الشباب الأطباء عن البنكرياس قليلة. والبنكرياس عضو شكله غريب جدا، حتى مميز، حتى في ما بنشوفوش أبدا في التشريح، يعني في لما بتدخل مشرحة مين طلب الطب اللي في سنة أولى وثانية اللي شاف بنكرياس؟ مفيش، بنشافش، بنشوف الكبد، بنشوف القلب، بنشوف طبعا العضلات بشكل واضح، الرئتين، لكن البنكرياس بتدور عليه ما تفهمش راح فين، يعني بيتفرول ويبوظ بسرعة رغم وجود المواد الحافظة. اللي أنا عايز أقوله بقى إنه البنكرياس ده فيه حالة مرضية مشهورة جدا اللي هي أكياس البنكرياس. أرجع تاني القصة المشهورة جدا اللي أنا بتكلم فيها واللي ما زلت بتكلم فيها، وهي إدمان الكحوليات. الكحوليات يا جماعة في منتهى الخطورة، الخمور في منتهى الخطورة، اللي بيشرب خمرة هو مقبل على كارثة اسمها التهاب بنكرياس، قد يكون حاد وقد يكون مزمن، والحاد ده نصيبة والمزمن مصيبة. الأكياس دي أخرى كارثة جدا، لأنها من الأسباب اللي الكحول بيعملها، فتكر وبطل كحول بسرعة ياللي بتشرب كحوليات. يعني ده واحد يقول لي طبعا، يعني في واحد طيب مرة وانا بقول له كده قال لي طب يعني اشرب حشيش؟ قلت له حسبي الله ونعم الوكيل. هقول له ايه؟ فده كلام خطير جدا، لا ده ولا ده، ده مضر جدا وده مضر جدا، مفيش فيه اي فوائد. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي العزيز اللي بسعد جدا وبفتخر بتلبيته ودعوتنا، طبعا ضيفي واستاذنا الاستاذ دكتور محمد فتحي عبد الغفار، استاذ جراحات وزراعات الكبد، الاستاذ بكليه الطب جامعة عين شمس، وزميل جامعة آيسن بألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، وعميد معهد الكبد السابق. أهلا بيك يا دكتور محمد. والحقيقة اختيارك بقى للبنكرياس النهاردة دايما بيثير زي ما بقول يعني كده الايه السخونية. بنكرياس يعني حاجة مهم، وحاجة قلت يعني ان هو مش واخد حقه قوي، بس زود عليها هو مش واخد حقه في الطب نفسه بصفة عامة. يعني النهارده مثلا هنتكلم عن موضوع من ضمن اكياس البنكرياس المشهوره، حاجه اسمها اي بي ام ان،
الاي من اكتشفوها امتى؟ سنه 82. يعني بنتكلم ان احنا لغايه من كام سنه بس ما كناش نعرف ان في حاجه اسمها موضوع كبير قوي من ضمن اسباب اكياس البنكرياس. فالبنكرياس فعلا من الحاجات اللي التطور فيها حتى في العلم نفسه سريع جدا جدا. كل يوم في تقسيمه جديده، وكل يوم في طرق علاج مختلفه عن اللي قبليها. نكتشف مثلا ان طرق متابعه الاكياس ديت اخر اتفاق اتعمل امتى؟ 2012. يعني بنتكلم من 6-7 سنين بس. لكن قبل 2012 كنا مختلفين جدا نتابع حتى المرضى دول ازاي. كلمه اكياس ترتبط في الطب عندنا بحاجتين، الاشهر المبايض، اكياس على المبايض دي في النساء والتوليد. فكلمه اكياس بنكرياس يعني ما بنسمعش كلمه كيس في الكبد ولا كيس في القلب ولا اكياس في المخ، لكن في البنكرياس ايه المقصود بكلمه اكياس؟ وش معنى يعني البنكرياس اللي اتقال عليه كيس؟ طيب اقول لك بقى معلومه كمان صادمه شويه. نسبتها قد ايه؟ نسبتها في بالاشعه المقطعيه او بالرنين 13%، وده رقم يعتبر كبير جدا. 13% جدا من إيه؟ الناس، يعني كل 100 شخص عمل هيعمل اشعه مقطعيه او رنين هيطلع عنده اكياس في البنكرياس. ياه. لا ده كمان في اللي اصعب من ديت، في الاوتوبسي يعني في التحليل الناس الميته لما جابوا مثلا 100 جثه يشوفوا منها كم واحد كان عنده اكياس في البنكرياس؟ 23%. فهي ارقام احنا كنا يعني نسميها اندر استيميتنج، ما احنا مقللين من نسبه حدوثها او من قيمتها. لا ده رقم كبير جدا. وبيقول لك ان الفرق ما بين ال 23 وال 13 ديت ان في كتير بيبقى عندهم كيس في البنكرياس وعمل اشعه مقطعيه وبتاع الاشعه ما شافوش، ما خدش باله منه. يعني الفرق ده فرق في التشخيص مش فرق في نسبه الحدوث. فهي الحقيقه نسبه حدوثها اعلى بكتير قوي من اللي احنا متخيلينه. لكن عشان نبسط الامور هنقول احنا عندنا مجموعتين اصلا من الاول خالص، اكياس كاذبه واكياس حقيقيه. سودو سيست وسيست او سيست. من الاول كده خالص. سودو سيست دي حاجه هو مش كيس، هو عباره عن فيه سائل تجمع ابتدى الجسم يحوطه فتحول الى كيس. طب هو هيفرق ايه عن التاني دوت؟ ان التاني ده عباره عن كيس فعلا، بس الكيس ده متغلف من جوه بخلايا. التاني ده متغلف ب أنسجة ليفية مش خلايا، دي فايبس ودي حاجة خلايا مبطنة. الأكياس الكاذبة دي بتحصل كتير قوي للمرضى اللي كان جالهم التهاب في البنكرياس. ويمكن عشان نفهمها شوية، دي من الحاجات برضو اللي اتطورت قوي في الكام سنة الأخيرة نفسها. يعني اكتشفوا إن التهاب البنكرياس دوت نوعين، في نوع بيحصل جوه، احنا أي واحد حصل التهاب في إيده إيه اللي بيحصل؟ الايد بتورم شويه، مكان الالتهاب بيورم شويه. نفس القصه اللي حصل في البنكرياس، هيبتدي البنكرياس يورم شويه ويبقى فيه تجمعات من السائل. السائل ده يتجمع جوه البنكرياس نفسه او يتجمع حواليه البنكرياس. لو اتجمع جوه البنكرياس ده هيصرف بعد كده ويختفي وخلاص. لو اتجمع حوالين البنكرياس هو ده التجمعات اللي بتحصل اللي هي ممكن تقلب بكيس كاذب بعد كده. فده اول نوع اللي هو الاكياس الكاذبه. وده نوع حصل تطور جامد قوي في العلاج بتاعه. كنا زمان علاجه دايما جراحه ونوصل الكيس بالمعده وحاجات زي كده. دلوقتي بقى دكاتره البطنه والمناظير ليهم حل بالمنظار من غير عمليه، بيخش في المعده ويفتح الكيس على المعده وتتحل القصه دي. كان زمان لما يحصل من ضمن مشاكل تجمعات البنكرياس السائل دوت ان ساعات قالت البنكرياس نفسها تكون مقطوعه. دي هتعمل تصرف السائل وملوش حل. لا ده دلوقتي بره يمكن في مصر ابتدينا شويه ان يعمل منظار ويركب دعامه في قناه البنكرياس مش في القناه المراريه، بحيث يعدي الحته اللي فيها القطع ديت، وبعد فتره يشيل الدعامه ويكون لحم اتخلص، فيوفر عمليه كبيره قوي على المريض. دي في جزء الاكياس الكاذبه. ايه الاعراض بتاعت الاكياس الكاذبه او الصادقه؟ هو دايما المريض هيبقى عنده تاريخ مرضي ب التهاب شديد في البنكرياس. وبعد ما الالتهاب راح ابتدى يحس بألم أعلى البطن شوية. لو كيس ده كبر شوية هيضغط على المعدة فيبتدي دايما عنده ترجيع. عنده أعراض مش قادر ياكل. لأنها ضغطة على كل المنطقة ديت. لو الكيس ده صغير نسيبه ممكن يمتص لوحده ويختفي. لكن لو الكيس ده كبير حجما سبب ألم، سبب أعراض
أو سبب التهابات. في الحالة دي محتاجين تدخل. التدخل زي ما قلنا بقى اختلف زمان عن دلوقتي. كنا زمان التدخل الوحيد هو الجراحة، لا دلوقتي أصبح عندي اختيارات أخرى غير جراحية. الأسباب الالتهاب، طب الأسباب للالتهاب إيه؟ كحول ولا في حاجة تانية؟ كحول ده نمرة واحد برة. الكحول اللي هو الخمرة، شوف بس محدش يقول لي كحول التطهير يعني، لا اشرب خمرة، كل أنواع الخمرة بقى. البيرة خمرة على فكرة، أهو معلومة صادمة. وفي مصر يمكن هيبقى حصاوي المرارة. دي من أشهر الأسباب. طبعا بيجي أسباب تانية كتيرة قوي زي ساعات ارتفاع نسبة الدهون، في ارتفاع أنواع من الأملاح زي الكالسيوم، في حاجات التهاب مناعي البنكرياس، يعني في أسباب كثيرة جدا لالتهاب البنكرياس ده، لكن أشهرهم دايما زي ما قلت الكحوليات أو حصوات المرارة. هل المخدرات بتعمل التهاب في البنكرياس؟ ممكن تعمل لو في حاجات هتبقى توكسيك، يعني حاجة زي تسممية على البنكرياس نفسه، ممكن تعمل حاجة زي كده. طيب في انواع لاكياس البنكرياس غير التقسيمه اللي احنا قلناها؟ الانواع الثانيه بقى اللي هي اكياس حقيقيه للبنكرياس. والاكياس الحقيقيه دي اختارهم بقى. اختارهم ليه؟ لاني في جزء منهم، جزء مش قليل، يعني لو بصينا على الصوره دي، هو هنا دي تقسيمه كل انواع اكياس البنكرياس. حلو. من دون اول حاجه في اليمين خالص دي الاكياس الكاذبه، سودوسيست. وفي انواع ثانيه هتطلع من القناه الرئيسيه، وفيها تطلع من القناة الفرعية، في أكياس جواها سائل شفاف، وفي أكياس جواها سائل لزج. الأكياس اللي جوا القناة الرئيسية دي اكتشفت سنة 82. دي بقى إيه أهميتها وإيه خطورتها الشديدة؟ إن في نوعين منها. في نوع هيطلع من القناة الرئيسية اللي إحنا شايفينه، اللي هو القناة الكبيرة الخضرة ديت، وفي نوع طلع من الجنب. اللي طالع من القناة الكبيرة ده نسبة إن يقلب بورم سرطاني من 40 لـ65%. فده كيس حميد، ولكن عنده احتمالية إن يقلب بورم سرطاني قد تصل إلى أكتر من 60%. يعني واحد كل اتنين تقريبا. وبالتالي دي لو احنا اكتشفناها، يبقى ده المريض ده لما عمله أنا عملية، أنا وقيته وحولته الشفاء تماما، عكس ما استنى لما قلب بورم سرطاني وبعد كده أعمل بعدها عملية، ساعتها نسبة ارتجاع الورم عالية جدا. النوع الثاني الكيس اللي هو خارج من القناة فرعية، ده نسبة انه هو يقلب ورم 10 لـ15%، برضو رقم مش قليل. ولكن زي ما قلت لحضرتك بقى، في 2012 ابتدوا يحطوا مواصفات. احنا دايما مشكلتنا الميزان ما بين حاجتين، طب هو في 10% ممكن يقلب ورم، طب اعمل له عملية، طب ما دي عملية كبيرة برضو، ولا اسيبه واتابعه، طب انا خايف لا يقلب ورم، ولو قلب ورم النتائج مش هتبقى حلوه قوي. فابتدوا يحطوا صفات كده، يحطوا علامات بيسموها علامات خطيره، هاي ريسك فاكتور. ايه العلامات الخطيره دي؟ يعني لو القناه بتاعت البنكرياس اكتر من 9 ملي 10 ملي، واسعه قوي، او ان الكيس دوت جواه نتوءات واخده صبغه، او حجم الكيس ده اكتر من 4 سنتي، او العيان جاي لي بصفره. في اصبح فينا علامات كتيره ممكن بالرنين او بالاشعه المقطعيه، بس اكتر الرنين يقول لي ده كيس، والكيس ده نوعه ايه، طالع من القناه الرئيسيه ولا من القناه الفرعيه، واحتماليه الكيس ده ان يقلب ورم قد ايه، وبالتالي احط خطه العلاج. هل الكيس ده محتاج متابعه فقط ولا محتاج عمليه؟ دي مثلا صوره الرنين، ده كيس طالع من القناه الرئيسيه بتاعه البنكرياس. هنشوف بعد كده في مثلا صوره ثانيه في المقطعيه برضو كيس طالع منها، وبيتقسم بقى وليها تقسيمات كثيره قوي. هل هو طالع من، يعني ده برضو السهم هنا بيشاور على كيس طالع من راس البنكرياس. وكيس بالحجم ده قد يحتاج ان احنا نعمل عمليه كبيره اسمها ويبل، لان دي هتقي العيان انه يتحول الى ورم سرطاني بنسب نجاح اقل بكتير قوي لو شاله في المرحله ديت. ده كيس مثلا في جسم البنكرياس في الجزء الثاني. الموضوع ده من ضمن هنا بقى، ده كيس نوع ثاني بقى، ده الكيس اللي بيبقى ميوسينس، يعني ده جواه سائل لزج. الكيس دوت نسبه حدوث الاورام فيه اقل شويه، حوالي 15 لـ20%، ان هو يقلب ورم سرطاني. وبالتالي برضو أصبح لينا علامات فيه قريبة من نفس العلامات التانية.
اللي هو برضو لو الجدار بتاعه تخين او فيه نتوءات واخده صبغه او حجمه كبير، الحاجات دي قد تحتاج ان احنا نستأصل الكيس ده علشان ما يقلبش بورام سرطانية. في انواع اكياس اخرى بقى، حاجه اسمها السيرس اللي هي الكيس اللي جوه سائل شفاف خالص، ده ما بيقلبش عمره برم، وبالتالي مش محتاج مني اي حاجه ولا تدخل، فقط متابعه لو في اعراض نتعامل معها. قلت له ايه التشخيص؟ هتبقى اشعه مقطعيه ام ار اي ولا في حاجه ثانيه؟ الاثنين الاساسيين المقطعيه والرنين، ورنين لازم يبقى رنين بصبغه، وده رنين ثلاثي يعني دي، ولازم جهاز كويس جدا، ولازم دكتور اشعه متخصص في الحته دي بالذات، بحيث انه يعرف يلقط الحاجات. احنا بنتكلم في حاجه 2 مللي 3 مللي 4 مللي، يعني حاجات صغيره جدا، والقرار فيها صعب قوي، ان هو يبقى شايف الجدار وشايف نتوء في الجدار، والجدار واخد صبغه ومش واخد صبغه، فدي محتاجه دكتور اشعه فعلا هو عارف هو بيدور على ايه. الحاجه الثانيه الجديده شويه اللي هو الموجات الصوتيه اللي بالمنظار، ودي بقى دقيقه قوي في الحته ديت، ان لو عندي الكيس دوت بنخش الموجات الصوتيه، هو بيحدد لي نوع الكيس بقى، بيقدر منه بياخد عينه من السائل جوه الكيس، احلل السائل ده برضو، هل السائل ده سائل كلير يعني صافي خالص، ولا فيه جزء ميوسين اللي هو الحاجات اللزجه ديت، هل قلب او بيقلب او هيقلب اورام، يعني حتى ابتدوا الاي بي بان اللي احنا قلناه في الاول دي ابتدوا يقسموها ثلاث مراحل، مرحله عاديه خالص، ومرحله ابتدى يبقى فيها ديسبليزيا، ابتدت الخلايا تتطور شويه، ثم مرحله ما قبل الورم على طول، ومرحله الورم. كل ده ممكن بالعينه اللي خدها لي بالموجات الصوتيه اللي بالمنظار يقدر يشخص لي هذه الاشياء. بعد ما شخصنا، طب انا هبدا اتعامل علاجيا مع نوعين، نوع اكياس كاذبه واكياس حقيقيه. الكاذبه الحمد لله فيها ميزه انها مش هتقلب بحاجه. فانا هتعامل معاها على حسب ايه مشكله المريض. يعني لو عنده كيس صغير خلاص مش عامل له اعراض، مش هنعمل له حاجه. طب هو عنده كيس كبير وعامل ترجيع وعامل مشاكل ليه والم بيعمل الم رخم، طبعا في الحاله دي انا محتاج ان انا افضي هذا الكيس. هي المشكله ان الكيس ده في الغالب بيبقى واصل بالقناه بتاعه البنكرياس، عشان كده لو انا سحبته هيجمع تاني، فانا لازم اوصله بحاجه. زي ما قلنا كنا زمان او مش زمان لغايه دلوقتي، يعني اكثر عمليه مشهوره ان احنا نوصله بالمعده او بالامعاء، لكن الجديد ان دكاتره المناظير الباطنيه دلوقتي بقوا يخشوا بالمنظار وهم يعملوا التوصيله دي من غير عمليه ولا حاجه، ونسب نجاحها اصبحت عاليه شويه، وفي مصر هي بتتعمل دلوقتي. فاصبحت الاكياس الكاذبه ليها حلول سواء كانت جراحيه او كانت غير جراحيه. طب نيجي بقى للاصعب، المشكله الكبيره، المشكله الكبيره ده منهم ناس بتقلب ب 60% الى كانسر. دول بقى هنا هيبقى مشكله التشخيص، انك لازم تتاكد، لان زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا حوالي مثلا ثلاث انواع من الاكياس الحقيقيه، فيهم نوع عمره ما بيقلب، وفي نوع نسبة انه بيقلب قليل قوي، وفي نوع بيقلب كتير قوي، وبالتالي الفروق بينهم كبيرة جدا، وبالتالي برضو التشخيص هنا هيبقى مهم قوي. يعني انت عندك اكياس في منهم واحد طريق السلامة، وفي واحد طريق يقلق، وفي واحد طريق مؤلم اللي هو يروح ما يرجع، طريق مخيف بالظبط. فعشان وهيترتب على الكلام دوت قرارات صعبة. يعني اللي هيقلب دوت ده محتاج ويبل، محتاج عملية استأصل فيها جزء من البنكرياس وقناة مرارية ومرارة واسنان، زي ما كنا اتكلمنا على الويبل قبل كده. اهو ده مثلا دي الاكياس اللي هي خارجة من قناة فرعية، ودي يعني ورانا كيس ورانا صورة الرنين بيبقى شكله عامل ازاي. الصورة اللي بعديها هنشوف الكيس اللي هو خارج من اهو ده خارج من القناة الرئيسية نفسها. او ساعات يبقى الاثنين مع بعض، هنلاقي صورة ثالثة جزء منه ده هو طالع من القناة الرئيسية وطالع من القناة الفرعية. اللي هيطلع من القناة الرئيسية دوت ده اللي فيه نسبة ان هو يكون يقلب بورم كبير، وبالتالي ده هنضطر نستأصل جزء من البنكرياس كعملية كبيرة عشان نقي المريض ان هو يقلب بعد كده بورم. وده فيه ميزة ان عنده تقريبا نسبة ارتجاع الورم فيه صفر، ومش محتاج متابعة لو هو ما كانش لسه قلب. النوع الثاني اللي هو عنده اكياس واكياس زي ما قلنا كويس قوي عمرها بتقلب، ده مش عامل له حاجه الا لو كان عنده الم شديد او نوبات متكرره من تهاب البنكرياس، قد نتعامل مع الكيس نفسه. النوع اللي في النص ده هيحتاج متابعه،
المتابعة هيبقى في الغالب برنين على حسب العلامات، أقول ماشي في سكة إن أنا فيها خطورة يبقى محتاج عملية، ولا ماشي كويس فقط متابعة. الوقاية إزاي؟ وبرضو سؤالي مع الوقاية، عايز أكد للناس قبل ما نمشي، الأعراض اللي العين لما يحسها لازم يجي جاري عشان يكشف. الوقاية هتيجي في النوع الأول في الأكياس الكاذبة فقط، وهي إن أنا أمنع حدوث التهاب البنكرياس، ولو حصل التهاب البنكرياس أبتدي أعالجه مظبوط من الأول بحيث ما وصلوش مرحلة الكيس الكاذب. لكن للأسف أكياس البنكرياس هي ملهاش أسباب عندنا، يعني عم ما بيعملش حاجة عشان يحصل له أكياس بنكرياس، وتشخيصها دايما بيبقى صعب قوي، لأن العيان بيبقى شكوى عامة، شخص عنده ألم في البطن بس ألم متكرر ودور في كل حاجة مش لاقي سبب ليه، فبالصدفة عمل مقطعية أو عمل رنين اكتشفنا كيس، فده حظه كويس إن احنا اكتشفنا هذا الكيس عشان نبتدي نحطه على الطريق الصحي بتاعه من الثلاث طرق اللي احنا قلنا عليهم. الأعراض اللي شفتها بسرعة أجي جاري، الأعراض إما يبقى فيه ألم أو ساعات تبقى صفرة، وزي ما قلنا لو حصل صفرة دي علامة مش كويسة، دي معناها إن يحتاج في الغالب هيبقى يحتاج تدخل جراحي، أو ساعات التهاب متكرر في البنكرياس بيكون بسبب هذه الأكياس. الألم بيكون مكانه فين؟ دايما ألام البنكرياس كلها في المنطقة اللي فوق خالص تحت يعني أعلى البطن، ويسمع في الظهر كأنه سيف. آه بالضبط، داخل من هنا طالع، أقولك أنا مضروب بسيف بالضبط، يعني عشان بس نبقى إيه مش ناسين، سيف من هنا اللي خلف الظهر يسمع للظهر. خوفنا النهاردة بس لازم نخاف في حتة مهمة جدا مظلومة جدا، هي البنكرياس. بنكرياس يظل مظلوم، هو ليه صحيح بيفرول بسرعة ولا؟ هو كمان مشكلته انه بيفرز ماده وظيفتها هضم البروتين، والجسم كله من جوه عباره عن بروتين، فانت بتفرز كانك بتطلع ماده كاويه، بس انت بتمشيها في قنوات معينه معده انها تستحمل هذه الماده. طب لو حصل التهاب والقناه دي اتقطعت وطلعت بره، هتبتدي تاكل اللي حواليها. ميه نار. نورتنا يا باشا. ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور محمد فتحي عبد الغفار، استاذ جراحات وزراعات الكبد بكليه الطب جامعه عين شمس، زميل جامعه ايسن بالمانيا لجراحات الكبد والقنوات المراريه، وعميد معهد الكبد السابق كالعاده، كان مبدعا في واحده من اهم حلقاتنا. البنكرياس يظل هذا لغز من الالغاز الطبيه، مش لغز يعني، حته مظلومه جدا في جسم الانسان. حافظوا على نفسكم وخليكم دايما مع نفسكم. الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وجراحة المناظير النسائية بمراكز رويال للخصوبة بالقاهرة والمنصورة وبورسعيد وطنطا وميت غمر وخارج مصر بليبيا، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية للخصوبة والعقم، زميل الكلية الملكية للنساء والتوليد بلندن. أهلا بكم. يظل حب الأم هو الحب الأكثر صدقا، أكثر استحقاقا للدراسة، الأغرب الأجمل، يعني الأم تعمل حاجات لأولادها غريبة جدا جدا، جميلة وعظيمة جدا. لكن خلينا أقول لكم أنه كتير من البنات دلوقتي بتعاني من المشاكل في التبويض، من ضمنها التكيس المبيض، من ضمنها مخزون المبيض. على فكرة يعني مثلا الناس اللي عندها مشاكل في جودة البويض، ليه بنات في سن صغير بتيجي يقولوا لها مخزون مبيض بتاعك راح خلاص، الـAMH بتاعك وصل لمستويات متدنيه ما ينفعش معاها خلفه، ليه؟ ده سؤال مهم جدا هساله الضيف العزيز في وسط كلام. الضيف العزيز بيمتع دائما في حواره، وبيمتعني جدا باسلوبه العلمي الدقيق وفي نفس الوقت السلس، ودي معادله مهمه جدا في الاعلام ان احنا نطرح العلم الغزير وفي نفس الوقت سلاسه العرض. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور احمد عاصم الملا، استشاري جراح الحقن المجهري وجراحات المناظير النسائيه بمراكز رويال، اهلا بيك يا دكتور، يعني سعيد جدا جدا بهذه الزياره.
وانا سعيد اكتر يا دكتور ايمن، وتشرفت بالتواجد مع حضرتك ومع مشاهدينا. وطبعا لحضرتك الموضوع اللي بتطرحه مهم جدا، لان احنا عدنا بنشوفه كتير. زي ما حضرتك بتقول، احنا عدنا بنشوف بنات سنها صغير وجايرنا بمخزون قليل جدا. هي عاوزة تفهم الاول ازاي، يعني هو ايه مخزون المبيض ده؟ طب اشخصه ازاي؟ اعرف طرق تشخيصه، هل تشخيصه بالسونار بس ولا في تشخيص معملي كمان جنب السونار ده؟ طب هل ليها علاج ولا لا؟ يعني هي عاوزه حضرتك كدكتور جايه له تسالها اخبار مخزون المبيض بتاعك ايه، وقالوا لي ان مخزوني ضعيف، تجاوب لها على الاسئله دي، وهل ليها امل في الخلفه ولا لا؟ اللي هو اهم شيء، اهم سؤال جايه تساله لك. ايه اهميه مخزون المبيض؟ مخزون المبيض مهم جدا لكل سيدة. يمكن زمان ما كانش عندنا اهتمام بالهرمونات، وما كناش بنبص للهرمونات بطريقة واسعة شوية. دلوقتي لا، بقى السؤال الأول عندي لأي سيدة داخلالي، فين تحاليل الهرمونات بتاعت حضرتك؟ ما هو ما ينفعش حضرتك، يعني أنا بلاقي سيدات كتير جايالي السنتر عندي واخدة تنشيط، واخدة علاجات، واخدة حاجات، كل شويه منشطات. طب حضرتك عملتي تحاليل هرمونات؟ لا. طب عرفتي منين ان عندك مشكله في التبويض؟ هم الدكاتره بيكتبوا لي منشطات. لا، البطاقه بتاعتك معايا هرموناتك الاول. زمان كنا بنبص المخزون المبيض بهرمونات بتطلع عندنا من حاجه هنا اسمها الغده النخاميه، كان في هرمونات بنبحث عنها وبنضطر ان احنا بنقول للمريضه لازم تعمليها تاني وتالت يوم البيريود، اللي هي هرمون الاف اس اتش والال اتش. مشكله الهرمونين دول ان كان فيهم فالسس كتير، يعني كان فيهم مشاكل ان المريضه لو واخده ادويه ممكن تتاثر وتاثر على نتيجه الهرمونات دي، ان انا مضطر اجيب المريضه في وقت معين من البيريود، فده بيصعب على بعض المرضى اللي عندهم اختلال في البيريود، البيريود بتاعتها مش مظبوطة أو ما بتجيش أو عندها مشكلة كبيرة فيها. فكان الستات دول عندهم مشكلة إن أنا أشخصهم صح. طلع بقى تحليل أحدث اللي حضرتك لسه كنت بتقول عليه دلوقتي من شوية، اللي هو الأنتي موليريان هرمون AMH، اللي هو الاختصار زي ما حضرتك قلت AMH. له ميزة عن التحليل القديم؟ ميزة إنه أكثر دقة، ده واحد. الميزة الثانية انه بيتعمل في اي وقت. يعني السيدة اللي جاية لي عندها البيريود، ما عندهاش البيريود، تاني يوم، تالت يوم، عاشر يوم، جاية قبل البيريود مباشرة، بيتعمل في اي وقت وما بيتأثرش باي حاجة. المريضة واخدة منشطات، واخدة علاجات، واخدة اي حاجة، ما بيتأثرش باي حاجة. وبالتالي فده كان الدقة بتاعته اكتر بكتير من التحاليل القديمة اللي احنا كنا بنلجأ ليها لتشخيص ضعف المخزون او مشكله في مخزون المبيض. انا بس عايزه اسال على النسبه الطبيعيه لمخزون المبيض عند كل ست ايه؟ ولا بيختلف حسب العمر والست نفسها؟ هو طبعا بيختلف، بس احنا لما جه زي ما قلت لحضرتك تحليل الاي ام اتش ده الاكثر دقه، وبالتالي هم حطوا رقم واحد، ده الرقم اللي هو الكات ليفل بتاعي. اقل من واحد يبقى السيده دي عندها ضعف مخزون، أكتر من واحد يبقى السيدة دي مخزونها كويس. ساعات يبقى المخزون عالي شوية كمان، يبقى أكتر من ثلاثة، ده المرضى اللي عندهم حاجة اسمها تكيسات المبيضين، المخزون بيبقى عندهم زايد شوية لأن عندهم أنترافولكال كاونت أو مقدمات حويصلات مبدئية كتير. ودي صورة حضرتك لو شايفها، ده بيبين لي شكل المخزون الطبيعي للسيدة. شايف حضرتك في الالترا ساوند هتلاقي المخزون الطبيعي السيده بيبقى عندها تقريبا في المبيض 5 لـ6 بويضات تقريبا في كل مبيض. يعني تقريبا التوتال في المبيضين بيبقى في حدود 10 لـ12 بويضه. لو حضرتك بصيت على الصوره بقى اللي جنبها، لا بص كده شويه، حاول تطلع لي بويضات فيها. لا مفيش اي عجبين. دي بقى المرضى اللي عندهم حاجه اسمها ضعف مخزون. يبقى هو مش التشخيص بس بالتحليل الهرموني اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه من شويه، لا، في تشخيص اخر مهم وكوبرتيف مع ده، يعني لازم الاثنين سوا، ما ينفعش اعتمد على تحليل وبس، لازم عيني تشوف ده بالالترا ساوند او السونار المهبلي اللي احنا بنعمله، سواء بقى سونار 2D او 3D whatever، بس
انا هقيم عدد الحويصلات المبدئيه في كل مبيض. ده شكله مبيض طبيعي لان في عدد حويصلات تقريبا من 5 لـ 6 تقريبا في كل مبيض. التاني انا تقريبا مش شايف فيه حويصلات، وهو ده المرضى اللي عندهم ضعف مخزون. عشان كده انا بقول لهم المرضى اللي بيجوا لنا بالاي ام اتش تحليلهم قليل قوي، انا مش هعتمد على التحليل بس، انا هبص على حضراتكم بالالترا ساوند كمان عشان اعرف عدد الحويصلات المبدئيه عندكم قبل ما ابتدي اجراء زي الحقن المجهري، عشان اقول لكم هعرف اطلع منكم بويضات ولا لا، عشان اقول لكم لو طلعت بويضات هطلع تقريبا قد ايه. طب هل المرضى دول بنقول لهم يلا تعالوا ننشطكم الحقن المجهري على طول كده؟ لا، هندي لهم ادويه زي ما حضرتك لسه كنت بتتكلم من شويه. مش قصه ان اطلع بويضه او بويضتين لان هما مش هيطلعوا اكتر من كده في مخزونهم ده، انا عاوز اطلع بويضه جيده. حضرتك كنت لسه بتقول على ايه؟ جوده البويضات. في بعض الادويه اللي بنديها دلوقتي اللي بتحسن الجوده، هو في حاجه هتحسن المخزون؟ اقول لحضرتك لا. في بعض الناس عندها اعتقاد ان لما تاخد دواء مخزونها هيزيد. هنقول لهم لا، حضراتكم الكلام ده مش علمي. المخزون ده حاجة ربنا حطها في الست بتقعد تستهلك على مدار السنين لحد ما يجي وقت معين وخلاص الاستهلاك ده يخلص. للأسف ان في بعض السيدات زي ما حضرتك قلت ربنا خلقة من عندهم مش مديهم مخزون عالي، فمخزونهم اصلا قليل من الاساس، زي اللي احنا كنا شايفين في الصوره اللي فاتت ان عندهم الميبا مش واضح فيه مقدمات بويضات. بس هتلاقي اللي يمكن تفسيره في بعض الحالات، مفيش تفسير في بعض الحالات، بعمل لها بقى تحليل اعلى شويه زي تحليل وراثه. ساعات بعض الناس دي الاقي عندها مشكله خلل وراثي، يعني ما يبقاش مثلا الكروموسومات بتاعتها اللي هو كروموسومات السيده الطبيعيه 46 اكس اكس، لا الاقي في مثلا بعضهم حاجه اسمها تيرنر اللي هو بيبقى 45 اكس او، يعني خلل وراثي وهو سبب في اللي حاصل عندها. وفي الغالب السيده دي بتيجي بتشتكي لي اصلا من البيريود مش بتيجي عندها، ما بتجيش الا بالعلاج. ابتدي اشك، شكيت شفت بالالترا ساوند عندها انترال فولكل كاونت كويسه ولا لا، طلعت قليله، بعمل لحضرتها تحليل الانتي بليرن هرمون اللي احنا لسه قايلينه، لو هي مخزون ضعيف هيبقى ايه؟ اقل من الواحد. ساعتها اقول لها انا اقدر اساعدك في حدود قد ايه؟ ومش هساعدك النهارده، هديكي ادويه تقريبا في حدود 3 شهور لتحسين جوده البويضات. انا عارف ان انا هحصل حضرتك، ده اهو المبيض، ده شكل البويضات اللي احنا كنا شايفينها، شايف حضرتك ده المبيض الطبيعي، لو اتكلمنا ادي 1 2 3 4 5 6 بويضات. انا في عندها ضعف مخزون بقول لها لا انا مش عارف، مش شايف الا بويضه واحده، مش هقدر احصل اكتر من كده. هتقول لي طب لو انا طلعت بويضه واحده يا دكتور وكونت جنين واحد هزرعه جوه الرحم؟ هقول لها في نظام طلع دلوقتي بيقول ان احنا ممكن نجمع لك، يعني زي نظام باسكت كده، حضرتك انا هجي لي دوره هنشط حضرتك واطلع من حضرتك البويضه دي والقحها واعمل جنين، بس مش هزرعه، هحطه باك اب معايا واجمده واجي الدوره اللي بعديها اقوم منشط حضرتك تاني ومطلع جنين تاني، بقى عندي جنينين اهم، اقوم واخد ده وده وزارعهم جوه الرحم بتاعي. ده نظام التجميع بينفع مرضى كتير من بتوع ضعف المخزون، بس الكلام ده زي ما قلنا بعد ما المريضه نكون اديناها فتره كافيه من ادويه تحسين الجوده، لان انا مش هحصل الا على بويضه واحده، فعاوز احصل ان البويضه دي جيده، والا في الاخر مش هيحصل فيها انخصاب، مش هيحصل فيها انقسام، مش هتكون لي جنين. طب الست اللي عندها مخزون كويس، لو انا سحبت منها 7 8 بويضات في بويضتين 3 ما حصلش فيهم اخصاب وانقسام، اهو عندي 3 4 ممكن يعملوا اجنه، انما انت يا دوبك مخزونك على قد بويضاتك، فانا عاوز اللي اطلعه يطلع جيد. السؤال مهم، هل هناك فرق بين ضعف مخزون وضعف تبويض؟ طبعا في فرق كبير. عشان الناس لما هتقول لها ضعف مخزون هيقول لك طبعا بالتالي هيبقى في ضعف تبويض. بس مش كل الناس اللي عندهم ضعف تبويض عندهم ضعف مخزون. ليه بقى؟ مرضى اللي عندهم تكيسات، اللي عندهم المبيض، شايف حضرتك الست بويضات دول، يعني ايه مخزون ويعني ايه تبويض؟
مخزون ده الاحتياطي اللي انا قاعد اللي هو قاعد اللي هو معايا اللي قاعد جوه المبيض. التبويض ده ان البويضه عندي تنضج وتوصل لحجم معين اللي هو تقريبا احنا بنحطه ما بين 18 ل 22 ملي. ده البويضه الناضجه او نضوج البويضات او ان البويضه دي يبقى فيه تبويض كويس وبيحصل التبويض ده جيد. طب ما الست اللي تبويضها جيد بتبقى هرموناتها جيده وما عندهاش خلل. طب في ست عندها ضعف تبويض بس مخزونها مش قليل ده زايد اللي هم بتوع التكيسات. ده اصلا لو حضرتك بصيت على الانترال فولكل كاونت او الحويصلات المبدئيه تلاقي بدل السته 16 في المبي. بس عيبهم ان البويضات حجمها صغير جدا وما بتوصلش للنضج الكامل عندنا. فتحت عيني على كثير ولكني لم ارى احدا. ايوه يعني كتير ولكن بس مش حد. مش بيقول ما حدش له قيمه. ايوه وبالتالي هم دول عندهم ضعف تبويض بس ما عندهمش ضعف مخزون. وبالتالي احنا قلنا ايه، في فرق كبير بين ضعف المخزون ده احتياطي من عند ربنا وضعف التبويض اللي ممكن التصرف فيه ببعض الحاجات زي المنشطات او الكلام ده. المنشطات كلمة أنا هاخدها منك إيه، كلمة مهمة جدا. المنشطات هل هي مظلومة؟ هل بتؤخذ بطريقة صحيحة في معظم الأحيان؟ تأثيرها على مخزون المبيض وتأثيرها على التبويض؟ احنا وضحنا اللي فيه سؤال مهم جدا يا دكتور أيمن. ليه بقى احنا بنتسأله يوميا؟ تجي لنا بعض السيدات تقول لنا أنا عمالة اخد منشطات وحضراتكم بنشطوني وانا عندي ضعف تبويض وبتنشطوني، هل تنشيطي ده هيأثر على مخزوني ويستهلك من مخزوني؟ هقول لها على عكس ما انت معتقده لا مش هيأثر. انت اعتقادك انه هيأثر، لا مش هيأثر. ليه بقى مش هيأثر؟ احنا الطبيعي في كل دوره يا دكتور ايمن في بويضه بتنضج وبتوصل للنضج اللي ممكن يحصل فيها اخصاب او انقسام وتكمل لجنين او تنزل وينزل الدوره. وفي تقريبا من 20 ل 21 بويضه تانيين بيضمروا بيحصلهم حاجه اسمها اتريزيا. كده كده هيحصل لهم في الدوره. طيب المريضه اللي نشطتها بدل ما كانت في بويضه واحده بتنضج في الدوره انا نشطتها فطلعت لها 3 4 بدل الاتريزيا ما كان هيحصل لل 20 21 هيبقى 17 هيحصل لهم اتريزي. يبقى انا خدت من المخزون حاجه، هم نفس البويضات بس انا ايه خدت منهم اكثر، يعني نضجت منهم اكثر من بويضه. في الحقن المجهري لان المرضى بتخاف من طبعا الحقن، احنا بننشط بطرق اوسع شويه او التنشيط بيبقى اعلى شويه فمش هطلع 3 4 ممكن اطلع 10 12. طب هل ده هيأثر على مخزونها؟ لا مش هيأثر على المخزون خالص لان ها برضه هطلع 10 12 ناضجين وهيحصل اتريزيا للباقي اللي هو نفس العدد اللي كان هيحصل من الاول. طب ايه بقى اللي ممكن ياثر على المخزون ويبقى مضر ليها؟ التدخل للمبيض دي المبايض سواء ده او ده بطريقه خاطئه. بمعنى سيده عندها كيس على المبيض وكتير بنشوفه، وده فرق برضه عشان الناس اللي بتسمعنا، في ناس بتخلط كتير يا دكتور ايمن ما بين الكيس والتكيسات. يعني في ناس عندها اعتقاد ان ده هو ده، لا تكيسات يعني بويضات كتيرة صغيرة ما بتوصلش للنضج. الكيس لا ده بويضة ما انفجرتش او ما يعني ما حصلهاش اخصاب وكبرت عن حجمها الطبيعي، بدل ما توصل ل 18 20 بقت 30 32 ملي اللي هو يعني بالسنتيات 3 او 4 سنتي، فكبرت عن الطبيعي وعملت كيس. سواء ساعات بيبقى كيس ميه يعني جواه ميه، وساعات يبقى كيس دموي اللي هو جواه دم. الكيس ده في بعض الناس تقول للسيده دي تعالي ده اصل عامل لك الم جامد تعالي مشيلهولك، ويتدخلوا جراحيا للمريضه دي ويجي يشيل الكيس ده يقوم ايه واخد جزء من المبيض معاه. اهو ده بقى ايه مانوفر خاطئ اثر على المريضه بالسلب. راح بدل ما زي ما بدل يقول في المثل بدل جيت كحلها تعميها، يعني انت جاي تساعدها عشان هي بتقلم شويه حضرتك رحت ضيعت لها مخزون المبيض بتاعها. ليه؟ شلت لي جزء من المبيض ده وبعد كده السيده جات لنا مخزون المبيض بتاعها وقع بقى، كان اللي هو ايه ام اتش فوق الواحد وكويس وزي الفل بقى اقل من واحد. اهم من العمل ضبط العمل، وزي ما قلت لكم اذا صح اللجوء اذهلك العطاء. يعني فعلا
ضيف العزيز الاستاذ دكتور احمد عاصم المولى استشاري الحقل المجاري وجراحات المناظير النسائيه بمراكز رويال. نورتني واسعدتني. الله يخليك. خليكم دايما مع الناس الحلوه. اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم جراحات السمنه. في لحظه معينه في الحياه يا جماعه ممكن يجي على الانسان زي ما يقولوا مجموعه من الاعداء. اللي احنا شايفينه ده فيديو مثير للغايه، فيديو مهم جدا 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 لشاب ممكن 25 سنه ممكن 30 سنه فجاه دخل في ازمه قلبيه، فجاه دخل في كاردياك اتاك او مايوكارديال انفاركشن، او في لحظة دخلوه غرفة العناية وبسرعة عايزين يتدخلوا، بدأ يعني زي ما هنشوف كده فلاش باك يرجع عشان يحكي ايه اللي حصل في حياة هذا الشخص، عاش حياته ازاي، عاش حياته أكل مفيش رياضة، بيجيبوا له في عيد ميلاده حاجة يجري عليها بيحط عليها هدومه، أكل باستمرار، أكل ثم أكل، أكل بكل أنواعه، أعياد ميلاد متوالية بيرجع بقى بالزمن خالص، كلها أكلات، كلها فاست فود، مفيش رياضة، لبس مفيش، قاعدة باستمرار، يبعد عن الأكل الصحي وياكل الأكل اللي مش صحي، تاريخ طويل جدا بالممارسات الخاطئة لغاية لما رجع للقطة اللي بدأت عندها المشكلة. اللقطة دي هي بداية الكارثة. شوف كله هو بص، خلي بالكم كله كان سريع جدا في السرد، لكن اللقطة اللي وقفوا قدامها لقطة ما الحقيقة الجرم الأول في حياته ارتكبته له أمه، أكلته عودته على أكل فاست فود، على بطاطس بتاعت الفاست فود زي ما شفنا كده في اللقطة اللي الصورة الكادر وقف عندها. من هنا تبدأ السمنة، من هنا يبدأ السكر، المتلازمة سمنة وسكر يا جماعة. أنا سميتهم كلمة بتاعتنا المزدوج الشرير، السمنه والسكر. شوف بصوا في اللقطه دي هو خلاص مش عايز ياكل اي حاجه لحد هي فرحانه. شوف الوش ده رغم براءته رغم الابتسامه الخالصه المليئه بالحب، لكن هي في الاخر بترتكب جرم جبار، هي بتحط حجر الاساس لسمنه وسكر. المشكله ان الاثنين لما يجوا مع بعض، السمنه از انفلاماتوري ديزيز. يعني ايه انفلاماتوري ديزيز؟ يعني مرض يولد حاله من الالتهاب، والسكر انفلاماتوري ديزيز. فجسمك المزاج الشرير اللي هو السكر والسمنة بيحدثوا فيه حالة من الالتهاب ما بعدها حالة، يعني جسمك كده عفاريت الالتهاب كلهم موجودين عندك، اللي هم مين؟ السمنة والسكر، دول عفاريت الالتهاب. فكلمني عن الالتهاب في كل أجزاء جسمك بقى، مفاصل ملتهبة مؤلمة، جلد ملتهب مؤلم، كل حاجة في الجسم، الكبد ملتهب ومتألم لأنه حواليه دهون، ملتهب ومتألم، المفاصل، كل حاجة. جت جراحة السمنة عملت حاجة مهمة جدا في السكر من النوع التاني اللي مع السمنة، هنفهمها بالتفصيل النهاردة لأنها أحدثت نقلة نوعية لأساليب التعامل مع السمنة مع السكر، وعملت حاجة في الطب احنا بنحبها جدا اللي هي ضربت عصفورين، دول مش عصفورين، هقول عليهم إيه، ضربت يعني طائرين رخ بحجر واحد، لأنه دول مش عصفورين، السمنة وسكر يا عم. ضيف العزيز القيمة العلمية القديرة والاسم لما في عالم جراحات السمنة المبدع دائما الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير وجراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير وحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، زميل كلية الجراحين الملكية الإنجليزية والأمريكية، وصاحب التصنيف للجودة الدولي في جراحات السمنة SRC. نورت يا دكتور كريم وسعيد جدا بهذه دلوقتي بقت ميتابوليك سيرجي، يعني جراحات الميتابوليزم مش جراحات سمنه. بالظبط. في البدايه اسمح لنا احيي حضرتك وكل الساده المشاهدين وكل فريق العمل
هي طبعا الحلقه دي هتبقى مهمه طبعا لان انا عارف حضرتك يعني هو علامه في الـ في الـ يعني في علاج السكر يعني كمحب يعني للبطنه وراجل يعني خبير جدا. الحقيقه طبعا احنا جراحات السكر لها تاريخ يعني بسيط كده ان من سنه 1920 وكان جراحات المعده اللي كانت بتتعمل بقى القرح المعده والاورام المعده يعني العمليه اللي كانت بتتعمل يتم فيها استئصال جزء من المعده وتغيير المسار كان العيان اللي عنده سكر ثاني يوم بيتحسن. والحقيقه ده تن ولغز من لحد 1950 لما ابتدى الناس تفتكر وتعمل بقى عمليات للسمنه المفرطه. الناس اللي كانت بتعمل عمليه لتحويل المسار كان عندهم سكر قبل ما ينزل كيلو واحد كان العيان سكره بيروح خالص. وكان ده استنى لغز لحد سنه يمكن 2000 الناس بتعمل عمليه تحويل مسار السكر اتحسن ثاني يوم قبل ما ينزل كيلو. يبقى اذا العيان بيتحسن بطريقه ثانيه غير انقاص الوزن. هو السكر مش بس وزن يعني وفي شويه هرمونات اتغيروا اكتشفوا بقى ثاني او تم يعني اكتشافهم بعد سنه 2000 بعد اجراء مجموعه من الفحوصات على الفيران وعلى وياخدوا تحاليل من البشر ويحللوها الى ان تم اكتشاف ان عمليات السمنه اللي بيتم فيها تغيير مسار او يتم فيها استئصال جزء من المعده هي بتخلص الجسم من مجموعه هرمونات كتيره جدا بتعطل عمل الانسولين ومجموعه هرمونات تانية بيتم تنشيطها في نهايه الامعاء ودي زي الجي ال بي 1 والبي واي واي ومجموعه هرمونات هي بتساعد البنكرياس اللي هو ينشط. وبالتالي عمليات السمنه تم استخدامها وتم تعديلها ان هي تستخدم لعلاج السكر من النوع الثاني في الناس اللي عندهم شويه وزن زايدين. مش لازم يكون وزن كبير قوي لا وزن يعني كتله اللي هي ال 30 اللي انت تقسم وزنك على طولك مرتين يطلع وزن فوق ال 30 عندك سكر تبتدي تعمل العمليه. كان زمان الكتله دي يعني الامريكان بس اللي كانوا بيستخدموها يعني كان يستخدم مين اللي كان يعمل عمليه سكر في وزن قليل في امريكا بس عشان هم بس الوحاده اللي كان عندهم قدره ان هم يقولوا للناس عندهم في امريكا انت اعمل عمليه للسكر في وزن صغير من سنه 2016 لسنه 2022. 2022 اللي فاتت دي في نهايه سنه 2022 العالم كله يمكن الافسو ويمكن والاي اس ام بي اس الامريكان سوسايتي الاثنين اجتمعوا ان اي حد عنده سكر من النوع الثاني وكتلته فوق ال 30 يبتدي يعمل عمليه لعلاج السكر. الاسيويين يعملوا عند 27 كتله جسم 27 عندهم عشان السكر بتاعهم عنيف شويه جينيا لكن احنا كل العالم يبتدي يشتغل على كتله جسم 30. دي كانت بس يعني قصه عمليات السمنه ازاي استخدمت في وده بالعلم بالعرف بالمقاييس الطبيه العالميه او العالم بيفكر ازاي بدايه من العالم العربي او العالم الاوروبي او الامريكي كل الناس دي ازاي بتفكر في جراحات انقاص الوزن او جراحات السكر كعلاج لمرضى السكر من النوع الثاني. السمنه جراحاتها المشهوره تحويل المسار وتكميم المعده. هل نختار تكميم ام تحويل المسار؟ كلامنا كله في الفترات اللي فاتت ومعظم الكلام عن تحويل المسار لكن احيانا في مؤتمرات بيتم الحوار عن ان التكميم له دور ايضا في التعامل مع السمنه والسكر. سؤال مهم جدا وسؤال ذكي جدا برضو وسؤال يعني احنا المفروض نفصل الموضوع ده لان طبعا احنا في حاجه تعتبر كذبه على عمليه التكميم ان هي بس انقاص وزن عشان هي بتقلل كميه الاكل. لا ده انت لازم تفحص او تقرا او تفتح كده الباب ميد او تفتح الابحاث اللي اتعملت. عمليه تكميم المعده من اقوى العمليات هرمونيا يعني لدرجه ان الابحاث كلها في امريكا اللي هي اتعملت على مقارنه عمليه التكميم مع تحويل مسار المعده الكلاسيكي نتائجهم على السكر في اول 5 سنين نفس النتائج ويمكن اختلافات في الوزن يمكن 5% ما بينهم وبين بعض. فاحنا لا نقلل خالص من استخدام عمليه التكميم كعلاج لمرضى السكر ولكن بعض الابحاث الاخرى بتشير ان يعني لما السكر يكون في خلال 5 سنين السكر انت ماشي على اقراص جرعات قليله من الانسولين يعني سكر من نوع تاني يكون خفيف لسه ما حصلش فيه مضاعفات على شبكيه الكلى الاطراف اعمل عمليه تكميم كفايه حلوه وجميله وان شاء الله مؤثره وهي دي اللي بتعالج. عندك سكر متقدم
ابتدي ان انت تعمل بقى اللي هي عمليه تحويل المسار، لان عمليه تحويل المسار الحقيقه فيها نظريا يعني ان هي زي التكميم في تقليل كميه الاكل، وزي التكميم في ان هي بتستبعد جزء من المعده اللي هو فيه الهرمونات اللي بتعطل عمل الانسولين، بل بالعكس وزياده على ذلك ان هي بتقلل الامتصاص بتاع السكريات والدهون بنسبه قد تصل الى 60-70%. مش بس كده، دوره الاكل السريعه ما بين المعده والوصله على الامعاء بتخلي الهرمون الجي ال بي 1 يطلع من خلايا الال سيل في نهايه الامعاء بشكل كبير جدا، وده اللي عامل على فكره ثوره. يمكن انا مش عايز اقول اسم الادويه عشان ما يعتبرش دعايه ليها، لكن هو ثوره الادويه كلها اللي هي سواء في انقاص الوزن او سواء في علاج السكر كلها قائمه على الجي ال بي 1. فاحنا طبعا عمليه تحويل المسار في الحالات المتقدمه ربما تكون اقوى شويه من عمليه التكميم في بعض الحالات. احنا عندنا في سكورينج سيستمز طبعا يعني هي تعتبر يعني بتساعد على ان انت تختار نوع العمليه، يعني انت بتدخل سن العيان وتدخل جرعات الانسولين اللي بياخدها او العلاجات وقد ايه عنده الهيموجلوبين اي 1 سي قد ايه، السي بيبتايد قد ايه، وتقول العيان ده احسن له يعمل عمليه تكميم او احسن له يعمل عمليه تحويل مسار بناء على الاتفاقات الدوليه او العرف الطبي او تجارب الناس الاخرين، وبالتالي بيوجهك لواحده منهم تعملها، يعني بتكون مفيده ببعض العينين اكتر من بعض العينين الاخرين. ايه اللي بيحصل بعد العمليه؟ يعني تناقص الوزن السكر بيعود لمعدلات الطبيعيه بعد العمليه بقد ايه؟ هو احنا بقى طبعا احنا لازم يكون واضح جدا 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 المعلومه دي لكل المرضى. احنا مش بنزرع بنكرياس، لان العيان طبعا بيبقى فاكر ان هو هيدوس على زرار النهارده بالعمليه يقوم السكر يختفي تاني يوم. لازم نكون عارفين ان احنا مش بنزرع بنكرياس ولا بنزرع ولا بنغير خلايا معينه في الجسم، لا ده احنا كل الوضع هو وضع علاج للسكر غير مباشر، غير مباشر بيعدل التوازن الهرموني داخل الجسم بالظبط كده، بين الانتي انسولين والانسولين برو هرمون بالظبط كده. احنا بناء بقى على انت دلوقتي لو السكورنج سيستم اللي احنا في سكورنج سيستمز كتيره زي الدايريم والادفانس دايريم سكور، احنا ممكن الناس تشوفه يعني هو موجود على النت، ان احنا ندخل سننا والسكر التراكمي بتاعك قد ايه وقد ايه كان عندك السكر بقالك قد ايه، وبتاخد علاجات كذا نوع ولا بتاخدش، ابتدى عندك مضاعفات ولا لا، السي بي بتاعت بتاعتك قد ايه، او كفايه البنكرياس اصلا بتاعتك قد ايه بناء على التحاليل. والله انا راجل عندي سكر بقاله اقل من 5 سنين وباخد انسولين بجرعات قليله وما عنديش مضاعفات لسه من السكر، سكر التراكمي منتظم 6-7-8، انا من الناس اللي هي هتعمل عمليه النهارده تاني يوم مش هتاخد عليك. انت واحد تاني بقى سكره اكتر من 20 سنة بياخد جرعات نوع سكر طويل المدى ونوع سكر اللي هو قصير المدى المفعول، والناس اللي بتاخد كذا نوع من العلاجات وابتدى عنده تشبع سكر التراكم بتاعه 13-14 وعنده ابتدى الاطراف بتاعته ابتدى اللي هي الاعصاب بتاعته ابتدت تتاكل عناصر طول الوقت في الاعصاب والشبكيه بتاعته تتاثر الكلى بتاعته، يبقى اذا انت ممكن توقف علاجاتك. طب انا لو مريض سكر توقف علاجاتك الى جرعات اصغر يعني من الطبيعي وربما ما توقفش علاجات، ما هو انت هتستفيد ايه؟ هتستفيد ان انت اول حاجه ان سكرك التراكم هينزل، بتحمي نفسك من الشبكيه وتحمي شبكيتك والكلى بتاعتك والاطراف بتاعتك من المشاكل كتير الريسك بتاعك، انت بتوقف السكر عند حده. حتى لو ما وقفتش العلاجات كامله انت استفدت وهتقللها بالتاكيد 100% اقل. احنا بيخرج على نص الجرعات يعني ما فيش مريض اسمه بيخرج بالجرعات بتاعته بتاع السكر، انت بتخرج اصلا من المستشفى مهما كانت درجه السكر عندك انت بتخرج على نص الجرعات. كل شهر بتقلل، بتتابع مع دكتور السكر سواء عندنا بقى او دكتور السكر بتاعك بتتابع معاه، هو بتنقص الجرعات بالتدريج الى ان تصل الى اقل جرعه. الناس اللي هي قلنا عليها اللي هي جت في البدايه وسكرها مش عالي جرعات قليله من الانسولين اللي بياخدها، دول بيوقفوا علاجات تماما من ثاني يوم. الناس التانيين اللي هو سكر متقدم جرعات عاليه من الانسولين ابتدت تشتكي من مضاعفات سكر تراكمي عالي سي بيبتايد اصلا كفايه البنكرياس قليله، لا اصبر على نفسك شويه لحد ما تشوف امتى البنكرياس بتاعك هيوصلك لفين. وبالتالي انت كده سواء في الناس اللي هم هيوقفوا خالص او الناس اللي هم مش هيوقفوا خالص انت كده كده مستفيد. وقفت المضاعفات بتاعه السكر، قللت الجرعات خالص، حميت الحاجات بتاعتك، قللت الجرعات، انت وقفت السكر عند حد لان السكر هو حتمي المضاعفات شديد الخطوره، هو ماشي في طريقه. انت بتبتدي بجرعات اقراص انسولين نوعين من الانسولين انواع تانية
بتلاقي نفسك دخلت في دايليما كبيره والسكر برضو ما زال بيعلى طول الوقت. فانت كده كده مستفيد يعني. هو انا بعتبر ان السكر مع السمنه احنا عندنا في الطب في حاجه اسمها ايه، يقول لك 1+1=2. في الطب ساعات 1+1=7 مش كده؟ صحيح. التأثير بتاع السمنة والسكر، يعني السمنة لوحدها ليها مضاعفات، السكر لوحده له مضاعفات، لو اجتمعوا الاتنين مع بعض في عيان القلب هينضرب. ده حاجات عندك بقى سكر وضغط ميتابوليك سندروم، عندك سكر وضغط وعندك كوليسترول متلخبط وهتلاقي كل دول بيزودوا اكتر من 25% ضعف للاصابه بامراض القلب وتصلب الشرايين وانسداد الشرايين نفسها. يعني معظم الناس اللي مركبه دعامات يعني طبعا لو بحثت فيهم هتلاقي عنده سكر وعنده ضغط وعنده كوليسترول عالي، عنده مشاكل في الميتابوليك سندروم. يعني كان زمان حتى عاملين له السندروم اكس اللي هو ما كانش معروف، هم بيسموه سندروم، هو الغد يعني حاجه بس هو شاله شويه ميتابوليك سندروم بالظبط. لكن هو تعرف طبعا ان هو حاجه، فانت تعالج السمنه، اقطع دوره السكر، خلاص الدورات الثانيه بتختفي، سكرك هيتظبط، يبقى ضغطك هيتظبط ان شاء الله، القلب بتاعك ما يبقاش عندك عرضه للاصابه بيه. حتى لو انت عندك دعامات في القلب حافظ بقى على ما تبقى من الصحه العامه. يعني في معضله بقى، مريض السكر هنا هو مريض ملتهب، عنده التهابات، بيخافوا يدخلوا اوضه العمليات، هم بيخافوا من التخدير، لازم اظبط السكر قبل ما يدخل غرفه العمليات. طبعا احنا يعني الاوبتمايزيشن ده مهم جدا، ان انت تظبط سكرك. يعني احنا لا نتمنى ان انت تدخل ان سكرك التراكمي عالي او سكرك العشوائي عالي، ظبط فيه على قد ما تقدر مع دكتور البطنه بتاعك بحيث ان تدخل العمليات، لان العمليات اصلا ستريس في حد ذاتها. يعني انت تدخل تنام تحت بنج نص ساعه ولا ساعه يعني ترفع سكرك، وانت ليه تدخل وانت سكرك متلخبط؟ السكر طبعا يتم يعني تظبيطه على اقصى درجه. لكن في بعض الناس انت سكره تراكمي 14، هو خلاص يعني هو مش يعني مش هتقدر تنزله ده. يعني ظبط سكرك العشوائي، ابتدي ادخل العمليات، هي عمليات علاجيه اصلا. الناس اللي عندها سكر تراكمي عالي تاخد الاحتياطات الواجبه بتنظيم السكر قبل العمليات. الضغط كمان الغير منتظم نظمه، لان الضغط من الاعداء بتاعت الـ سواء للتخدير واعداء للجراحه واعداء ليك انت شخصيا. وبالتالي الاوبتمايزيشن مهم جدا قبل العمليات، يعني تحضير المريض مهم جدا جدا جدا، واحنا حريصين جدا ان احنا نخلي كل حاجه في مكانها بصوره احترافيه، نتعب في التحضير بحيث ان احنا النتائج تبقى برضو على كفاءه عاليه. لكن بالتاكيد ان انت وانت خارج من العمليات هتخرج على نص الجرعات، الناس اللي احنا قلنا عليهم اللي هم ليهم كريتيريا معينه بدري وجرعاتهم قليله بيخرجوا بدون علاج خالص من المستشفى. انت نورت وابدعت، ربنا يبارك في حضرتك. ضيفي العزيز القمه العلميه والجراحيه المبدعه الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب بجامعه عين شمس، والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، زميل كليه الجراحين الملكيه الانجليزيه والامريكيه، وصاحب تصنيف الجوده الدولي في جراحات السمنه الاس ار سي، قال جمله هامه للغايه، انك في كل الاحوال هتبقى كسبان. مريض السمنه والسكر في كل الاحوال كسبان. درجه المكسب تختلف اكيد من حاله لحاله على حسب فتره السكر قد ايه، السيفيريتي بتاعته درجه شدته قد ايه. مهم جدا انك تتخذ القرار، لانه الاثنين مع بعض عدوين لا يستهان به. الاثنين كل واحد منهم مكار جدا، والكارثه انهم احيانا يجلبوا اعداء هم نفسهم اخر. يعني شويه كده يجيبوا ضغط مع القص، شويه كده ويأثروا على الكلى. مفيش شك هيمروا على الكبد ويعملوا عليه تدهور. الاوعيه الدمويه تبدا ورا بعض يحصل لها تأثر. التوالي ده مش هيكون في صالحك، كل يوم بيمر مش هيكون في صالحك. اقف قدام السمن والسكر مع بعض كده وقفه قويه للغايه، زي ما بتقول لمهم بكرباج قبل ما يتشرسوا عليك، يتشرسوا يتحولوا الى وحوش شرسه. نورت يا دكتور، شكرا، اسعدتنا، شكرا جزيلا، خليكوا دايما مع الناس الحلوه.